نتكلم في هذا حقا الإسلام أسرع الأديان نموا. المسلمون يشكلون تقريبا 1 مليار مسلم في الكرة الأرضية، ولكن هم يقولون 1.6 مليار و1.7 مليار و1.8 مليار، والإحصائيات كل يوم خميس تقريبا عند الأحباء المسلمين تزود، ولكن الحقيقة ليست هذه المطروحة، لأن الدول الإسلامية تحسب على الجنسيات وعلى النسمة وعلى المتولدين في الدين الإسلامي. مثلا كل العابرين يقولون عنهم مسلمين، مثل أنا الآن بالجنسية الإيرانية أنا مسلم ومسجل بالنفوس الإيرانية أني أنا مسلم. لهذا السبب الإحصائيات تأخذ من الدول كم مسلم يسكن في هذه الدولة، ما يعدون العابرين ولا يعدون الذين تركوا الإسلام إلى الإلحاد، ولا يعدون الذين تركوا الإسلام إلى البهائية اللي بإيران منتشرة أو غيرها. فالإسلام يحسب حسب النفوس اللي موجودة في الدول، مثلا بالكويت كم مسلم موجودين، من الدولة الكويتية يستفسرون هذا الموضوع، وهذا موضوع خاطئ جدا. لماذا؟ لأن الناس تترك الإسلام أفواجا يوميا يوميا وفي كل لحظة. الناس اللي تترك الإسلام أعداد كبيرة جدا، مثلا في إيران تتكلم السلطات الإيرانية نفسها بأخبار غير مباشرة أن هناك 40% من الشعب الإيراني لم يعودوا مسلمين. معنى لم يعودوا مسلمين يعني تركوا الشريعة الإسلامية إلى ديانات أخرى. هناك في السعودية أيضا 5% ملحدين فقط، هم يتكلموا على الملحدين ولا يتكلموا على الديانات الأخرى. في ناس تحولت إلى الشيعة من السنة، وفي ناس تحولت من الإسلام إلى المسيحية، وفي ناس اللي هم من الإلحاد اللي هم 5%، و5% عدد كبير جدا من كل السكان. فمثلا دولة أندونيسيا، أندونيسيا تتكلم عن 37% من الذين تركوا الإسلام، وفي سنة تقريبا 2050 راح يكون أعظمها مسيحيين وكنائس وغيرها. المغرب والجزائر هناك أعداد كبيرة جدا تترك الإسلام، وهذا ليس أمر مخفي عليكم، كلكم المشاهدين تعرفون. عندما أقول مغربي أكيد تعرفون عابرين مغربيين، عندما أقول إيراني أكيد تعرفون عابرين إيرانيين، لأنهم موجودين على السوشيال ميديا بالصوت والصورة، بيقدمون برامج وبيشاركون أخوة معهم، وأعداد كبيرة جدا. المسلمون عندما يقولون الإسلام أكثر نموًا، هم لا يحسبون هؤلاء المرتدين، هم يحسبون الولادات الجديدة. لكل مسلم 4 نساء له الحق أن يتزوج، غير ملك اليمين. وملك اليمين البعض يقول لك لا بالحروب انتهى، لا موجود وحاليا يمارس بالدول الإسلامية، وغير المتعة وغير ما غير زواج المسيار والمسفار، لأن محمد قال تناسلوا وتكاثروا إني مباهي بكم الأمم، وبالفعل هو باهي بهم الأمم المتحدة لإدارة شؤون اللاجئين، صافين صف يطلبون اللجوء في الدول الغربية. في حرب سوريا فقط عندما صارت الأزمة في سوريا وهاجروا الأحباء إلى ألمانيا، هناك كنيسة ألمانية عمدت 3000 نفس في يوم واحد، وانتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكان صافين سرب طويل جدا، و6-7 غصص يعمدون منهم 3000 نفس بعد التلمذة والتعليم عمدوهم. هذه كنيسة واحدة، ماذا عن الكنائس الباقية؟ هذه عن ألمانيا، ماذا عن الدول الباقية؟ هذه عن اللغة الأجنبية، ماذا عن اللغات الأخرى؟ الأكراد أيضا موجة كبيرة جدا منهم يتركون الإسلام، ولكن هل المسلم في هذه الإحصائيات يتكي على هذا الموضوع؟ لا، المسلمين هم 1.4 مليار و1.6 مليار، والبعض منهم يقول عنهم 2 مليار مسلم. طيب من هم المسلمين لكي يكونون 2 مليار مسلم؟ هل هم السنة مسلمين أم الشيعة مسلمين؟ من يقول إنهم 2 مليار؟ إذا سني قال هذا الكلام، طيب ما هو رأيك بالشيعة؟ يقول لك الشيعة غير مسلمين لأنهم يسبون الصحابة ويسبون ما بعرف أهل البيت ويعتقدون ما يعتقدون، فهم ليسوا مسلمين. طيب خصم لنا 400 مليون، لأن الشيعة حسب إحصائيتك اللي أنت قدمتها 2 مليار مسلم حسبتها حسب الدول، إذن في 400 مليون شيعي خصمهم من 2 مليار. طيب السلفية شو رأيك بهم؟ طيب إخوان المسلمين؟ طيب بوكو حرام؟ طيب القاعدة؟ الدولة الإسلامية؟ جنود الله؟ حزب الله؟ كل هذه الأحزاب هذه لا تمثل الإسلام حسب رأي المسلم، لأن هذه أحزاب إرهابية والأحمدية والصوفية وأعداد كبيرة. وإذا جينا في وسط السنة نفسهم اللي هم يقولون إحنا 2 مليار، نفس السنة، أنتم 4 طوائف، أي طائفة أحق؟
لأن الطوائف ليست اختلافات بسيطة بالواحد يكفر الآخر. فعندما تيجي تحسب العدد بالطريقة الصحيحة تجد المسلمين لو 6 أشخاص لو 7 أشخاص من وجهة نظر المسلم. فين دول نتكلم معهم؟ مش معروفين، ممكن يكون بالمريخ. لأن مسلم يكفر مسلم من 1400 سنة. لو سألت الشيعي نفس الشيء قال لك احنا 1.7 مليار أو 1.8 مليار. طيب السنة مسلمين قال لك لا دول ما يعتقدون بولاية علي. طيب خصم 800 مليون سني بالكرة الأرضية سن 800 مليون، إذا خصموا 1.4 مليار ما بقى عندك شيء. أنت تبغيتوا 5 طوائف سنية وغير الجماعات الإرهابية اللي ما تأيدها، وخصمت هذا وهذا وهذا. المسلمين بالحقيقة هم ناس متبعثرين، لا توجد عقيدة توحدهم، لا يعطون إحصائيات دقيقة ولا يتكلمون بهذا الموضوع. ولكن هل الإسلام أكثر نمواً؟ هل اليمون بالإسلام يتحول ناس من ديانات أخرى إلى الإسلام؟ هذا غير صحيح بالمرة. لهذا السبب اخترينا هذا الموضوع لكي نناقشه معكم. رجاء كبسونا على الشاشة وشاركونا الحلقة مع الآخرين لكي توصل الحلقة إلى أكبر عدد ممكن. راح نفتح الاتصالات أيضا نسمع اتصالاتكم، كنتم مسيحيين أو مسلمين أو لا دينيين، نحب نسمع مشاركاتكم ومناقشتكم في هذا الموضوع. اسمحوا لي أرحب بضيوف هذه الحلقة، معي الأخ ديفاين والأخ الجديدية والأخ أفنان. أختي ديفاين سلام ونعم لك والرب يبارك حياتك. سلام ونعم سوري سلام ونعم كريم. الحمد لله على سلامتك. سلام ونعم للجميع. أختي الجديدة يا رب يبارك حياتك وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. ربنا يباركك، سلام المسيح ليك وليكم كلكم. أهلا وسهلا. أختي أفنان سلام ونعم لك والرب يبارك حياتك. سلام المسيح، شكرا. أهلا وسهلا لك، الرب يبارك حياتك. أختي ديفاين تفضل المايك معك وأعطيني تعليقك، هل حقا الإسلام أكثر الأديان نموا؟ بالطبع ديت أكذوبة طبعا، لأن أصلا البحث اللي عملته المنظمة اللي هي بيو عن الإسلام بيو عملت البحث دوت وقالت بناء على إيه، طبعا إحنا مش عارفين، لكن اللي إحنا شايفينه واللي نقدر إن إحنا نأكد عليه إن الإسلام، وعندنا طبعا أحصائيات وأرقام بتقول إن الفيرتيليتي ريت بتاعت المسلمين أعلى شوية من المسيحيين، يعني 2.6 المسيحيين 2.4، يعني التوالد، يعني الإنجاب بتاعهم نسبة الإنجاب عندهم عالية. ليه؟ طبعا كلنا عارفين التعدد، الواحد بيتجوز، وبعدين لو هو في مصر وبيعدد أصلا بيخلف، أيوة بيجيب عيال كتير، لكن في الغرب بيجيب أكتر. ليه؟ بيستغل المساعدات اللي بيديها له الغرب ويفضل قاعد في بيته بس علشان ينفذ الكلام بتاع محمد، تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم، والست ما بتخرجش ولا بتشتغل، إذا كان الرجل ما بيخرجش ولا بيشتغل. فالست وظيفتها مفرخة، يعني هم بيسموها كده مفرخة أطفال، معادها في البيت، وبعدين بيتجوز 4، واحدة بشكل رسمي بيتلاعب على القانون علشان برضك الإعانات والفلوس والخدمات الصحية والخدمات الأخرى والسكن وكل البنفيتس اللي بياخدوها دي بالمكر وبالخداع. بيتجوز واحدة في بشكل رسمي، والثلاثة التانيين بيتجوزهم في الجامعة، يعني كلنا عارفين طبعا الحكايات ديت، وشفنا قصص وشفنا مقابلات وانترفيوهات بتتعمل في الإعلام الغربي. إذن هم بيتحايلوا بالأرقام، بيخلف كتير، والأرقام اللي هم حطوها بناء على إن الولاد بتاعته حتى لو من زواج مختلط، مثلا متجوز واحدة أوروبية ولا حاجة ولا أمريكية، بيعتقد إن عياله، لأن هو بيقولك إن الإسلام بيقول إن الولد للأب وإن أفضل الأديان، فاكر إن ده هيطبقه طبعا بره، وما يعرفش ان هو ما عندهوش اي سلطه على العيال لما بيكبروا، بيختاروا هم الدين اللي هم عايزينه، واحنا اللي احنا شايفينه ان هم بيخرجوا من الاسلام افواجا. فاذا كانوا هم بيخدعوا بعض الناس ان هم يجذبوهم للاسلام، الناس دي بتفتح بعد فتره، لان الاسلام طبعا اللي بيفهمه كويس وبيعرف ايه اللي فيه. ده انا شفت واحد، شوف الخداع لدرجه ايه، واحد قابله في الشارع، فالراجل كأنها جيم بيعملها معاه، بيقول له ايه قول ورايا، من غير ما يقول له هيقول ايه ولا عشان مين ولا. ومره تانية برضو ولد
يعني من اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه مش فاهم حاجه، قال له قول ورايا برضو، يعني قول ورايا اشهد ان، يعني بتركه بيضحكوا على الناس يدخلوهم باي وسيله بحيل شيطانيه. واحد في الشارع اقول له قول ورايا، يقول ورايا خلاص انت بقيت مسلم ولو خرجت هقتلك، لان في حد الرده. يعني الشخص داخل مش عارف ايه اللي هو داخل عليه، يعني بالخداع ده، غير ان هم حتى مع الناس اللي هم بيكلموهم عن القرآن بيحاولوا ان هم يقنعوهم بالقرآن بيكذبوا عليهم برضو بالترجمات، يعني بره ليهم طريقة عن طريق الترجمات المزيفة بيضحكوا بيها عليهم، يقولوا لهم الإسلام دين سلام وما فيهوش كذا وما فيهوش كذا. والدليل الكبير عندنا الداعية الكندي إسماعيل أبو آدم، خدعوه وقالوا له ان دي ديانه يعني زي الديانه المسيحيه، والمسيح اتكلم والمسيح نفسه كان مسلم. وطبعا الخداع والكلام المضحك ان اصلا حتى محمد نفسه ازاي كان محمد مسلم وهو بيعبد الاوثان؟ هل الاسلام معناه الوثنيه؟ محمد كان على دين قومه، هل قومه كانوا مسلمين؟ طب لما هم كانوا مسلمين وبيعرفوا ربنا ايه كان فايدته هو ان هو يجي لهم؟ دي برضو كمان الحاجات يعني العابرة، بس دي ممكن نبقى نتعمق فيها بعد كده. طيب انت دلوقتي خدعت، قدرت تخدع، يعني زي ما بنقول كده انت تقدر تخدع قليل من الناس بعض الوقت، لكن ما تقدرش تخدع كل الناس طول الوقت. ابو اسماعيل الكندي لانه راجل ذكي قال انا ليه، طب في حاجات كتير انا مش بعرفها، بيعتمد عليهم هم على ان حد يترجم له ويقول له ويديله المادة جاهزة يقول له هو عايز يقول له ايه. يعني المسلم اللي بيعلمه الإسلام بيغذيه بالمعلومات اللي هو عايز يقولها له، اللي هو عايزه يعتقد إن هي ده، إن هو ده الإسلام، لكنها كلها مزيفة وهو ما يعرفش وواثق فيهم. فطبعا ذكاؤه قال له أنا ليه لو أنا مسلم والقرآن لغته العربية أتعلم العربية، فأتعلم اللغة العربية وأتقنها، وابتدى يشوف الإسلام الحقيقة بتاعة الإسلام ووجه الشيطان اللي فيه. أنا عندي فيديو لو أنتوا عايزينه، بس طبعا الفيديو طويل، بس دوروا، أنا عايزة كل المتابعين يكتبوا أبو إسماعيل إسماعيل الاسم السيد، نبص على الفيديو، أبو إسماعيل الكندي أو إسماعيل دي واحد، هجيب لكم الاسم بالظبط من الفيديو اللي عندي. الداعية الإسلام الكندي الناشط الشيخ إسماعيل أبو آدم، اكتبوا كده الشيخ إسماعيل أبو آدم يترك الإسلام بعد 16 عام من الدعوة الإسلامية، بعد ما فضل مع الشيطان. وهو بنفسه قال أنا اكتشفت إن اللي موجود في 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 القرآن اللي كتب الآيات القرآنية هو الشيطان نفسه من خلال الآيات، وعطى الأدلة، جاب الآيات من القرآن نفسه وقال ان المسلمين مش عارفين ومش واخدين بالهم انهم بيشركوا فعلا بالله. يعني انت لما تقول لا اله الا الله دي من ضمن المقاطع بتاعته اللي هو وصلها بنفسه، بيقول له ازاي انت لما تقول لا اله الا الله دي مش كافيه عشان تكون مسلم ومؤمن بالله، لازم تقول محمد رسول الله والا ما تبقاش مسلم، ودي عين الشرك نفسه. فبيقول لهم دوروا كويس، وحتى يعني مش همه ان هم يطبقوا عليه حد رده، قال انا قدامكم وانا ما خدعتش حد، انا اللي اتخدعت واتقال لي حاجات ولقيتها مش موجوده والكلام ده كله. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي بيخدعوا بيها الغرب. اختي فاين بدي نبه لنقطه كمان، ما كان يعرف عربي في البدايه. ايوه ما عشان كده اتعلم اللغه العربيه، اكتشف الحقيقه. ما عشان كده اتعلم اللغه العربيه وتزوج مره سعوديه كمان. لا ده هم ضحكوا عليهم يعني حوطوه من كل ناحيه طبعا، وكانوا يفرحوا قوي اول بس ما يقع معاهم واحد، يملوا الاعلام يملوا في كل حته وكل المواقع، تلاقي يا واحد كندي اسلم، ما انتوا خدعتوه وقلتوا له ان نفس اخلاق محمد هي اخلاق المسيح، ولقى ان طبعا فرق النار من الجنه، فرق كبير جدا بين الشيطان وبين الاله طبعا. فقال لك لا، وعندي الفيديو اللي معايا ده في فيديو التعميد بتاعه وهم بيعملوا. هو راح للسعوديه وتزوج امراه بالسعوديه، وبعدين اشتروا له ارض داخل كندا، والارض هو اخذ بها تصريح من الحكومه يبنيها مسجد، بس الارض لحسن الحظ صارت باسمه، وكان 16 سنه مسلم، انا بعرف قصته بالكامل. ومن بعد ما ترك الاسلام هدم المسجد وسوى بيت.
ايوه ومش همه طبعا، لان هم اللي خدعوهم مش هو اللي خدعهم. انا كنت ما كنتش مسلم، انتوا اللي اسلمتوني بالخداع، وما بني على باطل فهو باطل. يعني انتوا امين، انا امنت بحاجه تانية، انا ما امنتش بالاسلام ده اللي انتوا وريته لي، انا امنت باسلام تاني انتوا اخترعتوه في خيالكم لكنه غير موجود في الاسلام الحقيقي. يعني انا عايزه اقول ان الناس اللي بتقول الاحصائيه اللي عملوها وقالوا ان الاسلام هو الاسرع مبنيه على معلومات خاطئه. اولا الخداع، ثانيا كسره الانجاب، ثالثا قتل المرتد. يعني انت تدخل ادخلك بالخداع وممنوع تخرج، او تدخل لانك جيت لقيت نفسك مسلم مالكش اراده فيها، ما عندكش لسه النضج الكامل انك انت تفهم الفرق بين الاديان او تعرف ايه الدين اللي انت فيه ده، ولما قررت تفكر ولما نضجت بشكل كافي يسمح لك بانك تختار الدين بنفسك، بيقول لك لا انت تتقتل لو خرجت منه هتتقتل. فدي الحاجات اللي بتخلي الناس موجوده في الاسلام، زي ما قالوا القرضاوي لولا حد الرده لانتهى الاسلام. وانا بضيف عليها لولا الكذب على الغرب، without lies، ده اللي بنقوله بالانجليش without lies اسلام dies. يعني من غير الكذب، من غير الاكاذيب الاسلام يموت. وزي ما احنا عارفين هو بيوصيهم ليه بالكذب، عشان يحافظ على نفسه، عشان يحافظ على وجوده. فهو الشيطان عمل كل حاجه، عشان كده بنقول عليه امكر الماكرين. يعني عرف يحبك الخطه اللي بيها يسيطر على الناس ويسيطر بيها على المسلمين ويمنع خروجهم او انهم يفلتوا من قبضه ايديه بالترهيب. يعني دخول، ترهيب في الدخول، ترهيب في الخروج، ترهيب لو انت ما مارستش محبتك ليه بالعافيه، يعني انك انت تصلي له ويستعبدك برضك بالعافيه، لانك لو ما صليتش هيقتلك برضه، لو ما سمعتش كلامه هيقتلك، لو ما قلتش اللي هو بيقوله وقلت حاجه عكسه وتزندقت او تمنطقت هيقتلك. كل حاجه عنده بالقتل. ازاي ده يكون هو الاله؟ وازاي ده هو الدين اللي لما استخدم عقلي افضل فيه او ادخل فيه لو انا مش فيه؟ ازاي ده يكون هو الدين اللي بينتشر؟ فاذا هو الاحصائيه في حد ذاتها غلط، بنيت على افكار خاطئه وبيانات مزيفه. وكمان انا عايزه اقول حاجه للي عمل الاحصائيه دي، لو انا، لو انت بنيتها بناء مثلا على فتره معينه، لقيت مثلا واحد مسلم ولا اتنين مسلمين، اقصد غير مسلمين، دخلوا الاسلام، طيب لو انا برضو قارنتها بحاله تانية حصلت في مصر في عهد مرسي، لما مرسي مسك والاخوان مسكوا، لو انا قلت بقى لا ده خلاص كده المسلمين مسكوا، ده بعد 20 سنه ولا 10 سنين ولا مش عارفه ايه، خلاص انا مش هلاقي مسيحيين والبلد هتبقى اخوان، و100% هتبقى اخوان او 99% هتبقى اخوان، هيبقى انا كده عملت التنبؤات بتاعتي بناء على معلومات خاطئه ومتغيره، وممكن تحصل متغيرات حواليها تغيرها نهائي. وده اللي حصل بالفعل، لان الاخوان تم اقصائهم من الحكم والبلد كلها تضمنت ضدهم. واللي انا بشوفه حاليا هو اللي انا بقوله دلوقتي، ان الاسلام هينتهي، لان في 2017 اللي كتب الكلام ده ما شافش ان في الغرب حصلت صحوه كبرى، الناس كلها دلوقتي بقوا مع الحزب اليميني، وبنشوف تغيرات كبيره جدا دلوقتي بتطرد المسلمين من كل حته. فانت بنيت على اي اساس؟ يعني اللي اتبنى في 2017 احنا لسه هو في 24 مش في 50، ده هو بيقول لك في سنه 50 او سنه 60 المسلمين. طب انت بناء على ايه؟ يعني هل هو اللي بيتحول ده بيتحول عشان الاسلام، ولا التحول ده في العدد؟ اولا العدد خلاص هيمنعوهم يكونوا موجودين في اوروبا، البلاد العربيه مش لاقيه تاكل، ازاي الواحد هيبقى عنده 20 عيل هو كان بيتطفل على البلاد الاوروبيه الاول ودلوقتي هيتطرد منها؟ هتتحط قوانين، يا إما يتبع قوانين البلد يا إما يطلع منها، فهو هيتحكم بعد كده بقوانين تانية مختلفة. الصحوة اللي احنا بنشوفها بتقول الإسلام سينحصر وينكمش، مش هيتمدد ويزيد. طولت عليكم، عايز أدخل على هو في إحصائية أيضا خرجت في من جريدة واشنطن بوست قبل تقريبا سنتين،
تتكلم هذه الإحصائية الذين يعتنقون الإسلام من ديانات أخرى، بعد سنة 80% منهم يتركون الإسلام، سنة كاملة يبغون بالإسلام، والارتداد مرة ثانية يتركون الإسلام 80% الأعداد منهم. طب بما أنك إيراني يا كريم، أنت عارف أن السجلات الحكومية الرسمية بتقول أن المسلمين 99.5%، لكن ديت إحصائية كاذبة، لأن العلمانيين الموجودين في نفس البلد عملوا إحصائية ولقيوا أن المسلمين 40% فقط. يعني إيران لم تعد دولة إسلامية، لكن لازم تقمع الشعب بتاعها علشان اللي حاكمين يفضلوا حاكمين، وتفضل تدعى دولة إسلامية ويطبق عليها القوانين الإسلامية والقمع والقهر اللي بيعملوه في الناس، وطبعاً قتل المرتدين واللي ما يلبسش الحجاب زي ما شفنا اللي عملوه في الستات قبل كده وأعدامه مش عارفة حوالي 2000. يعني الإحصائيات أو التقارير الرسمية تختلف عن الأرقام الحقيقية، لأن في ناس كتير بالتأكيد التهديد ما بيعلنوش إن هم ألحدوا، بيخافوا طبعاً يعلنوا. أنا عندي إحصائيات أقولها في مداخلة تانية. المسلمين في إيران هم 60%، ولكن الآن في أعداد مرتدة، هاي الأعداد المرتدة غير محسوبة، بس كل المسلمين هم 60%، لأن في ديانات أخرى غير إسلامية موجودة بإيران، مثلا زرتشتية موجودة في أذربيجان بكثرة، الأكراد أيضا منهم سريان آشوريين هم مسيحيين الأصل وموجودين، ما زالوا موجودين. عندنا الصابئة أيضا، في الصابئة موجودين وبيعون ذهب في محلات، عندهم بيع الذهب وعندهم أسواق خاصة بهم، عددهم كبير، عندهم أسواق خاصة بهم، أسواق الصابئة بيبيعون مأكولات وأشياء إحنا ما بنعرفها وما بنعرف شكلها يعني. فهذه إحصائية غير صحيحة، نعم بالتأكيد. طيب أختي جديداية تفضل المايك معك. أنا عايزة برضه أقول حاجة على الموضوع الإيرانيين. إحنا هنا عندنا في أمريكا المتظاهرين الإيرانيين كمية كبيرة جدا، وكلهم بيتظاهروا ضد إيران، وكلهم مسيحيين ورافعين أعلام إسرائيل ومتحدين مع إسرائيل، فهتلاقي المظاهرات هنا الإيرانية كتير جدا ورافعين أعلام إيران مع علم إسرائيل وماشيين في الشوارع، وكله وزاينست يعني العلم الإيراني. بس للعلم، العلم الإيراني اللي يرفعونه داخل الغرب هو ليس العلم الإيراني اللي داخل إيران. يقولون هذا العلم اللي موجود إسلامي علي اسم الله، ذاك الثاني علي صورة أسد. السبع صورة أسد كده. أسد. Yes. فهم تلاقي يعني كل الإيرانيين دول طالعين من إيران متحولين، يعني they all Zionist، صهيونيين، يعني مؤمنين إن الأرض دي ملك لإسرائيل وبيتظاهروا لأجل إسرائيل، يعني حاجة كده غريب. وعاملين يعني لو تشوف جروبات على التليجرام، جروبات إيرانية كتير جدا وكلهم بنفس الطريقة، حاجة يعني غريبة أنا عمري ما شفتها. بديت الحين بعيد، يا قناة الإيرانية عندها قناة إيرانية أصلا. أوكي. إيديان بارت، إحنا بنتكلم مع الإيرانيين بلغتهم، وأعداد كبيرة جدا اتصالات وحوارات. يس، صحوة جامدة جدا. وبيقولوا أنا فعلا قريت إن 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 دلوقتي الإسلام مش يعني أغلبية، وفي نفس الموضوع برضو في مصر بيقول لك إن عشان كده الأزهر فتح اسمها إيه دي السكولرشيبس للسودانيين والسوريين عشان يجوا، وفتح للاجئين عشان يعملوا توازن في عدد المسلمين ما يبقاش أقلية. بس المهم يعني خلينا نركز في الموضوع. أنا اخترت ليه كلمة نموا؟ عشان هم كلهم بيقولوا انتشارا، لكن الحقيقة ان الدراسة بتاعت بيو ما قالتش انتشار، ما قالتش spreading the fastest spreading religion never، لان كلمة انتشارا دي يعني الناس بتدخل في الاسلام، لكن الكلام هو نموا، وبيتكلم ان ليه نموا؟ عشان الخلفة، زي ما ديفاين قال كنا عشان الخلفة، الزيادة في الخلفة، مش عشان الناس بتخش. بيقول لك من سنة 2010 لسنة 2050 هيبقى نسبة الدخول للإسلام 0.1%، اللي هم الناس اللي convert to Islam، اللي دخل في الإسلام زيادة هتبقى 0.1%، لأنها غير ما تعتبرش شيء. فهو
هو ال 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 الإعلام العربي بقى خد يعني الجزيرة نزلت بعنوان كبير دراسة أمريكية الإسلام أسرع انتشار بالعالم، على طول ياخد البتاع ويحولها ترجمة تانية خالص، ما قالش أسرع انتشار، the fastest growing religion، يعني أكثر الأديان نمواً. طب وهل ده حقيقي؟ حتى دي مش حقيقي، لا يعني مش حقيقي في إن هم بيخلفوا كتير، لكن مش حقيقي إن هم أعدادهم كتير، حتى بعد ما بيخلفوا هم بيخلفوا وبيجيبوا لنا إحنا العيال دي، العيال دي بتجي لنا فإحنا اللي بناخد العيال دي في الآخر. بس مش هنخش احنا فيها، بنصرف عليهم وبنتبناهم في بلادنا، في البلاد اقصد لا الغربيه، هم بيتحولوا للمسيحيه او الارتداد. ايوه انا فاهمه، يعني بيجوا في الاخر بيتطفلوا على البلاد ديت وما يعرفوش ان عيالهم هيحتكوا بالثقافات الاوروبيه ويشوفوا الاخلاقيات ويعرفوا الفرق بين الاسلام وبين المسيحيه، وطبعا لازم يتركوا الاسلام لانهم بيتربوا على قيم مختلفه عن قيم الاسلام، اول ما بيكشفوا الاسلام وبيلاقوه مخالف لهذه القيم الراقية طبعا بيرفضوه. كمان هتلاقي برضو براس تاني جزائري اسمه ايه ده هاسبرس، برضو جاي يقول مراكز ابحاث امريكية الاسلام الدين الاسرع انتشارا، كلمة غلط جدا، معناه ان الناس بتخش في الدين الاسلام، كذاب. العربية برضو الاسرع انتشارا، كل دي قنوات معروفة وبتترجم العنوان غلط يعني عن عمد عشان يوهمك ان الاسلام اكتر الاديان انتشارا فعلا، كلام ده كذب. لكن هو ممكن تقول اكثر الاديان توالدا، اكثر الاديان خلفة، ماشي. وحتى دي انت برضو عددك الاعداد اللي بترتد عن الاسلام جامده جدا، ده انا هوريكم يعني الدراسه، في الدراسه بتاعت بيو دي كانت سنه 2000 من 2015 طلعت وانتشرت قوي 2016 و2017، دلوقتي الاعداد دي بتتضاعف وفكرهم غلط، يعني حتى فكره الاحصاء بتاعتهم فكره خاطئه، لان هنلاقي فيها ثقوب، حتى الشيوخ نفسها بتقول ان الدراسه دي فيها ثقوب، الشيوخ نفسها اجيب لكم الفيديو، الشيوخ نفسهم اللي هم شيوخ الدعوه في امريكا بتقول دي دراسه فيها ثقوب. ليه بقى؟ لان لا يمكن احصاء الاحصاء ده ان يرصد اعداد المرتدين عن الاسلام، لا يمكن، لان المسلم حتى هنا اللي في الغرب يا جماعه، مش بس اللي في الشرق، اللي في الغرب بيرتد عن الإسلام ما يقولش، بيخافون. ده أنا هجيب لك كمان شيخ مسلم بيقول لك يقودون الصلاة في أمريكا، ويعني يبقى إمام في بيأم الصلاة وفي الجامع، وشيخ في الجامع وهو سايب الإسلام أساسا. ما هو لا ترحين بعيد، ما هو الشيخ خلف الأردني سنتين يصلي بالناس وهو ملحد. ده انا بقول لك كمان جوه امريكا اللي هي الحره، البلاد الحره، ان انت حتى المسلمين اللي عايشين في امريكا وفي اوروبا هم بيخافوا يعلنوا ان هم سابوا الاسلام حتى في البلاد الحره. فصعب انك انت تقول لي عدد المسلمين كام، لانك انت صعب ان انت تجيب لي احصائيات. يعني رايح في مصر لما عمل احصائيه على مصر، كاتب مصر يقول لك 2000، 2000 ايه اللي في مصر؟ اذا كنت انا وانا عيله صغيره ثانوي قبل ما امشي من مصر كنت معمده 19 لوحدي، وانا بنت صغيره ثانوي وفي جامعه، فانت ازاي تقول لي 2000؟ ازاي يعني بانه منطق بالمناطق؟ اكيد كلام فارغ. ده واقف في الشارع يقول لك بقى طريقه الاحصائيات دي ازاي، واقف في الشارع يقول له دينك اللي انت اتولدت بيه ايه، ودينك اللي انت عليه دلوقتي ايه. اي واحد في الشارع لو انت سايب الاسلام هتقول له انا بقيت مرتد او بقيت ملحد او بقيت مسيحي؟ مستحيل، مستحيل. فحتى الاحصائيات اللي هم مطلعينها غباء. وكمان يعني مثلا احصائيه، عمل احصائيه على كندا، ما عملهاش على كندا، ده عملها على اساس امريكا، يعني عمل دول مجاورة للدول عمل عليها إحصائيات على أساس أمريكا، يعني بما إن أمريكا كده تبقى كندا كده كمان،
بدون ما يعمل احصائيات. فطبعا الاحصائيات اللي هو عملها احصائيات فارغه ملهاش اي لازمه. لا يمكن التكهن بخيارات الاجيال القادمه، يعني مش ممكن انت تتكهن وتقول لي في المستقبل، ان هو الاحصائيه بتاعته بيقول لك ايه، من 2010 ل 2050 عدد الاسلام هيزيد وهيبقى قريب قوي من عدد المسيحيه، ومع ان المسيحيه تفضل برضو اكبر الاديان ولكن هيبقى قريب، يعني الاسلام هيبقى 30% المسيحيه بقى 31%. يا سلام. طب انا اقول لك حاجه، لو الاسلام وصل 30% انا مش هبقى مسيحيه تاني. ليه بقى؟ الكتاب المقدس بيقول لك كده، هو لو سلطان على ربع الارض ما يزيدش عن ربع الارض، ف 30% دي استحاله ان هي تحصل. انت ليك، الكتاب المقدس قال لك، السفر الرؤيا قال لك كده، انت مالكش سلطان يا مسلم لحد ربع الارض وترجع تاني تكش، ولو زدت تاني زدت لربع الارض وترجع تاني تكش، ده اخرك مع الله. ازيد من كده مالكش سلطان ازيد من ربع الارض. فلا يمكن التكهن بخيارات الاجيال القادمه، لان الاجيال القادمه حتى شيوخ، هجيب لكم فيديوهات الشيوخ اللي بتقول ان 24% من ال young Muslims اللي هو من سن 13 ل 18 بيسيبوا الإسلام، بيسيبوا الإسلام 24%. فأنت دي آخر حاجة، لسه الأعداد دي بتزيد، ودي الحاجات اللي إيه أعلنوا عنها، مش الناس اللي هي ما بتتكلمش، دي الحاجات الناس اللي بتتكلم، او الابهات والامهات اللي بيشتكوا، ولادنا بيسيبوا الدين، ولادنا مش عارف ايه، اللي باين بس هم 24%، وده طبعا عدد يعني لا اثق فيه، يعني هو اكيد اكتر من كده. وما ياخدوش اعداد كمان، مش واخد اعداد التحول الكبيره زي ما قلت في مصر، مش واخد اعداد التحول اللي في مصر، مش واخد اعداد التحول اللي في ايران وفي الجزائر، كل حتى الجزائر كل ده ما عدهوش. هو حاسبك انت، يعني انت هو كريم حاسبك انت ان انت لسه مسلم، هو حاسبك انت في الحسبه دي ان انت لسه مسلم، مش حاسبك ان انت مسلم. بعرف من خلال النفوس كلنا مسلمين، دول العابرين كلهم مسلمين بالظبط. فهو مش حتى ما حسبكش ان انت بقيت مسيحي، هو حسبك انت وغيرك وكل المرتدين دول، حسبهم ان هم كده هم مسلمين، وده عدد الاسلام يا جماعه. لا طبعا، ولا الكلام ده خالص حقيقه، كلام كله فارغ. بيقول لك كده اهو، 70 بلده قاموا فيها بمسح عن التحول الديني، طلعوا اهو في مصر يقول لك 2000 ايه، دي سنه 2017 في ابريل 5، 2000 ايه اللي في مصر؟ احنا هنستهبل؟ ده انا نفسي لوحدي اعرف 2000. انت عرفت منين 2000؟ انت هنهبل؟ 2000 مرتد يعني؟ بيقول لك ان اللي ارتدوا على السنه 2000. سعاد صالح اللي هي دكتوره في الازهر في الفقه يعني قالت 4 مليون بالضبط. عدد المرتدين عندنا وصل لأربعة مليون، والأزهر الآن عمل مدرسة جديدة اسمها محاربة الإلحاد. صح. يا أمنا نصير يا كريم، أمنا نصير اللي قالت كده، وفي جريدة اليوم السابع قالوا 6 مليون. 6 مليون from Africa. الأزهر الآن، الأزهر بنفسه الشيخ أحمد الطيب قال الإلحاد يجتاح مصر. صح. لو ما نوقف ضده يجتاح مصر، عنده جلسات الان يعمل جلسات مع الشيوخ وكذا وكذا. في تقرير قال ان مصر الاولى في الالحاد ونمره 13 في الارهاب في اليوم السابع، جريده مصريه. بالظبط. و6 مليون كل سنه من افريكا، من افريقيا بيتحولوا عن الاسلام، ده برضه ما عدهوش. تخيل حضرتك، ده برضه ما عدهوش. وبيقول لنا طيب انا عندي فيديو، احنا حابين نسمع الفيديو. اوكي. الفيديو هو يتكلم على السودان، وهو الشيخ محمد الزغبي، اعتقد تعرفون محمد الزغبي، يتكلم على زيارته للسودان، يقول انا حتى ازور السودان، وهذا الفيديو هو بيتكلم بيه بالسودان. فيا ريت نسمع الفيديو اذا اختي افنان تسمحين نسمع. حسنا. الفيديو بس هو الشيخ محمد الزغبي إذا كتبتوا على اليوتيوب. My heart is breaking. Oh brothers and sisters, my soul is aching.
brothers and sisters, did you know that so many Islam every day? Why would anybody leave? هو ده الشيخ بودي، ده الشيخ بودي بيكلم عن ده مرتد عن الإسلام. ده بيكلم عن السنة اللي فاتت نزل فيديو بيكلم ازاي الشيوخ مستائين جدا من اللي بيحصل، هجمة كبيرة عن الإسلام في السنين الأخيرة، ده بعد استادي بتاعت بيو. أوكي، فهو بيقول لهم، جايب لهم بقى الشيوخ بيقولوا ايه، وبيقول لهم اتبرعوا بقى ليه عشان ازود عدد المرتدين. فاسمعوا بقى بيقول لكم ايه، يعني يا ريت توقفوا كل جملة عشان اعرف اترجم. دي طبعا غير اللي كان كريم بيكلم فيها، مش ده الفيديو. 100,000 Muslims are leaving Islam every single year. 100,000 مسلم بيسيب الإسلام كل سنة، وجايب كلام الشيخ وهو بيقولها على طول وراه. تفضل. This is not a joke, brothers and sisters. Yes, we say that there are 1.6 billion Muslims in the world and Islam is growing day by day. But the standard narrative has holes and we are not. دي مش احنا مش بنهرج. في 100,000 بيسيبوا الإسلام، واحنا بنقول ان الإسلام فعلا اسرع الأديان في النمو، ولكن السرد القياسي لهذا الموضوع كله ثقوب، كله ثقوب. يعني فعلا الدراسة دي بتاعت بيو كلها ثقوب مش حقيقية، لأن معتمدة على الأرقام مش حقيقية. على ياسر قاضي جدادايا لما قال إن الأحاديث فيها ثقوب والقرآن فيه ثقوب، وكان بيقولها الواحد في السر، وتم كشف الفيديو على الملأ والتريقة عليهم. Yes. ما هي الدراسة نفسها كلها ثقوب، والراجل يعني الراجل بس عشان مش مدي مش حدش مدي له فرصة عشان يبحث بأكاديمية صحيحة. تفضل يا أستاذ. And we're not proud of that. Apostates are everywhere. They are among us. They are even people who المرتدين في كل حتة حوالينا. تفضل. The youth are full of doubts. Our youth شبابنا مملين بالشك، فيجي الشيخ يقول لهم شك ايه؟ شك ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ خليك راجل. اتمسك بدينك وخليك راجل. كمل حضرتك. Doubts, what doubts, man? Doubts, what doubts, man? Have some guts, be a man. Have some guts, be a man. But nobody is answering their questions. لكن ما حدش بيجاوب على اسئلتهم، ما حدش بيرد على اسئلتهم اللي والشكوك اللي في دماغهم. اتفضل. We tell them to stop questioning and to stop being emotional. قلنا لهم يبطلوا يسألوا ويبطلوا يبقوا عاطفيين. You can do it. I believe in you. But instead, they choose to be bad. We've seen this. بيقول له خليك شاد، يعني خليك واد جامد، ما تسيبش الإسلام. أنا واثق فيك إن أنت مش هتسيب الإسلام. خليك واد جامد. تفضل كمل. If it continues like this, your child is going to become an apostate. لو استمر الموضوع هكذا، ابنك هيبقى مرتد، هيبقى بين الكفار، هتخسر ابنك. جمع. Imagine your child, the child that you are raising could end up with the disbelievers, with the kuffar, and go to hellfire. Hellfire will want to swallow them. Hellfire will roast them. Roast them. Toast them. Toast them. Break them. Break them. Shake them. Shake them. Hellfire. Hellfire will annihilate them. ابنك اللي انت ربيته هيبقى من الكفار، هيبقى مرتد، هيروح النار، النار هتزهم، النار هتشويهم، النار هتحمرهم. النار هتزلهم خالص من على الأرض. And the rest of us will be watching. Brothers and sisters, we must act. واحنا هنفضل متفرجين كده، قاعدين متفرجين. فضل كم. Something about this, and what you can do is to donate to our channel so that we can do something. May Allah keep us firm, never let us go astray. May Allah keep our children firm. If we don't take constructive steps now, this is going to become an avalanche. It is going to become an avalanche. A tsunami. A tsunami. لو ما تحركتوش دلوقتي ونغير المسار اللي بيحصل ده دلوقتي، هيبقى انهيار ثلجي. هيبقى تسونامي في المجتمع الإسلامي. تمام. Apostates, they are everywhere. They don't make it public. They hide it. المرتدين في كل مكان، ما بيشروهاش، بيبقوا وسطينا،
بيبقى إمام بيأم الناس في الجامع، بيبقى إمام في الجامع وهو أساسا مرتد عن الإسلام. كمل. وبلشوا يعملوا حتى جماعة. They're still living the life of a religious Muslim. And they are still leading that life while simultaneously declaring their apostasy. Brothers and sisters, if you feel as strongly about this as I do, then please donate to us and our cause. You can make a one-time donation or a monthly donation. Please be generous. Please. So that we can. كده خلاص. كده خلاص. في الفيديو نفسه يجي على الشاشة يا جماعة عشان هو كوميدي. أيوة ما الفيديو مسخرة هسيبه. وش بقى تيك توك بيحضر الباس. ما انا حاولت. أي فيديو ما تبلع. خليني اسمع الشيخ. يعني ما في اعرض اي فيديو. شكرا على التنبيه، كان بدي اعرض فيديوهات. لا لو فيديو بالصوت والصورة يحضرونه، اللي تيك توك يسوي البث مغيب. ما يعمل فيديوهات خارجية. خليني اسمع اسمعكم الشيخ محمد الزغبي عندما راح زار السودان. اين شعارات الرنان؟ اين الخطب؟ لا مش هذا، وين هو؟ لحظة بس. ايوه هذا هو. بلاء بلاء في الأمة يعال. أعطيكم مثالا على ذلك. كنت في السودان منذ أيام وظننت أني سأهبط دولة أدعو فيها مجرد دعوة، لكني رأيت دمارا وفسادا وخرابا أرعبني في اليوم الأول من الوصول إلى الخرطوم. لا أقول إلى الجنوب عند جودة، أبدا، في الخرطوم. حينما وقعت عيني على أسطول كنائس خلف القصر الجمهوري قلت إن البداية فساد. نزلنا في الخرطوم، قيل لنا إن أكبر معرض للكنيسة المصرية في أكبر شارع في الخرطوم. معرض، قلت أنزل أدخل. دخلنا معرضا في الشارع، كتب النصارى من المصريين فقط ملأت الشارع والأناجيل، وفتحت الساونتات والتسجيلات بالأناشيد ليسوع وما أدري من يسوع. إننا نؤمن بأن عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمس، لكن لا نعرف يسوع عن هذا. المهم الذاهب الآتي القادم المنصرف، قف، خذ هداياك، يسوع يحبك، خذ الأناجيل وخذ الكتب مجانا. شباب مصري صليبي، مجموعة كبيرة ومعهم مجموعة من قساوة في مصر من القاهرة والشرقية، ورأيت قصة من الشرقية يدعى ميخائيل يوسف على سبورة كبيرة في الشارع يدعو إلى التنصير. أين الحكومة؟ أين القيادة؟ أين الشعارات الرنانة؟ أين الخطب الجذاب؟ أين الوعود الخلاب؟ الشريعة الإسلامية، الدين، كذابون، قادة المنافقون أمثال هؤلاء يضحكون على شعوبهم ويبيعون دينهم مقابل حياتهم. ما هذا؟ قد لا تعترض، ممنوع الاعتراض، وممنوع أن تقول عنه أنه مرشد. يأتي هذا من مصر بعصابته لتنصير المسلمين وتقول ممنوع؟ أي لعب هذا؟ قنوات دينية تغلق، أشياخ يوقفون، دعوة للكنيسة تفتح لها الأقطار والأمصار. أي كذب، أي افتراء، أي لعب، أي غثاء هذا؟ أتبعون ديننا ونحن أحياء؟ مصيبة. انظروا، رأيت مسخا صليبيا يوزع الأناجيل، فجاءني وقال يا شيخ يسوع يحبك، خذ الأناجيل
أمسكت بالمسخ وقلت له اذهب، لا أعرف يسوعا هذا، يا مسخ اذهب. جرى. وقلت لهم قولوا للجميع لأن التنصير على الملأ في الشارع بجوار القصر الجمهوري، قولوا لميخائيل أنني على استعداد للمناظرة أمام المسلمين، لأني لما سألت الشباب هناك علمت أن من يدخل النصرانية في اليوم الواحد قرابة 100. والسودان أمن قومي لمصر، خطط ولعب حب. خلاص حدنا الفيديو طويل. الشيخ محمد الزغبي يقول عندما زرت السودان كل بعد هذا الخطاب الطويل علمت أنه من يدخل النصرانية في اليوم الواحد غرابة 100، وقالها 100 يعني متوجع الشيخ، يومية 100 شخص يوميا بس من السودان، ودولة السودان طبعا دولة صغيرة وهي في الجنوب. طيب ماذا عن الدول الثانية؟ فالإسلام يخرجون منه أفواجا يوميا يوميا على التيك توك. احنا ليليا نشاهد ليليا في بثاتنا على التيك توك، هي بثات صغيرة جدا وتحتوي مئات الأشخاص مش أكثر، يعني ليلية 2 و3 في بث صغير. طيب ما بالك بالناس الآخرين اللي تسائلون خلف الكواليس من خلال قناة الأرامية وبرامج قناة الأرامية، أعداد رسائل تأتي هائلة جدا، وإحنا نتكلم عن اللغة العربية. طيب ماذا عن اللغات الأخرى؟ ماذا عن الدول الأخرى؟ فيخرجون من الإسلام أفواجا. الإسلام أولا، النقطة الأولى والمهمة، الإسلام دين جامد جدا، حتى اللي يعتنقون الإسلام بالخداع بالشوارع، احنا شايفينه احنا موجودين بالشوارع، عيسى مسلم وما بعرف ايش، ومن اكسب عيسى ومحمد معا، ليش ما اخذ بس عيسى، خلي محمد جنبه، وهم انبياء اخوان، هاي القصص كلها. او اول ما يصير مسلم بعد اسبوعين ثلاثة يترك الإسلام، اسبوعين اذا طول يترك الإسلام. السبب قال لك الإسلام ما بيفيدني، والدليل على ذلك هذا شيخ شيعي موجود في الغرب، هو داعية في الغرب يعني، ويتكلم يقول ما حد يدخل المسجد، ما حد يدخل الإسلام. شو السبب يا شيخ؟ هو يعطيكم دليل لنا. مثل سالفة هذا المسيحي الراد يسوي مسلم. قال لك ليش ما تصير مسلم؟ قال له شنو أنا أصير مسلم؟ قال له الإسلام كذا والجنة والنار كذا والجنة. قناع. قول الشهادتين، قال الشهادتين، قال له امشي ويانا نصلي الظهر. صلى الظهر بس راح البيت وقال له تعال صار العصر. صلى العصر راد يروح البيت وقال له تعال صلاة المغرب 3 ركعة. صلى الركع راح يريد يروح البيت وقال له تعال عندنا العشاء 4 ركعة. خلص نص الليل دق عليه الباب قال له 11 ركعة صلاة الليل. خلص 11 ركعة بعد ما غافي قال له صلاة الصبح. خلص صلاة الصبح جاء الظهر قال له عمي روح شو لك واحد عطال بطال لهذا الدين، يعني انت ماكو غيرك، قادر تشتغل أرد أنام مثلا، انت خلي إيمانك فالدين الإسلامي مطلوب منك ما يصلي 17 ركعة، ومحمد قال بيني وبينكم الصلاة، يعني من لم يصلي هو ليس مسلم. الصبح لازم تصلي الساعة بالأربعة وربع وبالخمسة، في بعض الدول بالخمسة الصبح، بعدين تجيك ب12 الظهر، بعدين تجيك إذا كنت سني يعني لازم تصلي من بعد 12 تصلي بالأربعة. بس طب وتركين الصلاة دول محسوبين من حسابات العدد المسلمين؟ هو اللي من ترك الصلاة غير مسلمة، هذا محمد قاله، من ترك صلاتنا فهو ليس مسلم، ليس مسلم. ف17 ركعة يوميا تصلي، من الصبح تمسكها الصلاة حد الساعة 11 بالليل، هيك مرمو ترتب واحدة ورا واحدة. عندك الساعة بالأربعة الصبح صلاة، ب12 الظهر صلاة، عندك الساعة بالأربعة العصر صلاة، عندك الساعة بالسبعة المغرب صلاة، عندك الساعة بالتسعة بالليل صلاة العشاء، عندك الساعة بين 11 بالليل صلاة الليل. طيب إذا ما تصلي أنفال، إذا تصلي بس الواجبات، إذا تصلي مستحبات والأنفال أنت الصبح صاحي. تكون الإسلام ما حد يبغى مسلم بهذه الطريقة يعني. أختي أفنان إحنا تأخرنا عليك، إحنا آسفين. معلش، فكان بدي أعلق على نفس النقطة اللي كنت بتعلقوا عليها بخصوص إنه كيف انتشر الإسلام. فأول طرق انتشار الإسلام التي بدأ بها يعني وكانت رئيسية هي التوالد، طبعا بعد الترهيب والقتل والصعلكة والاغتصاب. أيضا كان الهدف يعني اللي كان الهدف منه نشر الإسلام بالقوة التي حاول محمد يفرض بها،
إسلامه الديانة يعني اللي جاء بها ديانته الشيطانية. بعدين راح نشوف أنه أيضاً كان بيشجعهم على الاختصاب لأهداف ثانية، لأنه ابن الجارية فحسب الإسلام كان يشجعهم على السبي وعلى يعني يقتلون الرجال طبعاً لحتى ما يحاربوا ويدافعوا على نساء ويأخذون النساء كونهم يعني ضعاف يعتدون عليهم ويرجعوهم جواري لهدف كمان التوالد. هذا كان أحد الاستراتيجيات التي كان يستعملها المسلمين منذ القدم. فمثلاً ابن الجارية من سيدها كان ينسب لسيدها ويرغم على الإيمان بدينه، يعني يتبع دين السيد ويعتبر مسلم فقط منذ الولادة، يعني منذ الولادة بدون ما يقرر هو إذا بده يكون مسلم أو ما بده يكون مسلم. فأبوه مسلم خلص أنت رح تكون مسلم من دون سماع رأيه في الإسلام. ولا تزال هذه الاستراتيجية سائرة ليومنا هذا، يعني ما في جواري رغم أنه في مناطق يعني في الظل في موجود فيها هذا السبي مثل أفغانستان وغيرها، لكن نحن نتكلم عن عامة. فراح نشوف في حديث يقول، راح نشوف أيضا في الأحاديث كانت ديما معظم كلام محمد حتى قرآنه يحث على التكاثر. فراح نشوف في حديث يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، مثل ما هذا الحديث ذكرته بالفعل الأخت ديفاين. وأيضا قال تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة، وهي أحاديث صحيحة. وحتى القرآن لم يتناسى هذا في قوله، وبيقول مثلا من بين الأمثلة بيقول وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فحتى كان يشجع على تعدد النساء حتى لو في خوف بيشجعهم يعني أحل لكم هذا، لأن هدفه كان هو التكاثر. وحتى بيقولهم وانكحوا اليتامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 32. يعني بيقول لك حتى لو كنتوا تعانون من الفقر ما بهم، يعني ما بهم حالة هذه الأبناء إذا رح ما يفكر فيهم إذا رح تكون حالتهم المادية جيدة أو لا، يهمهم إنه يعني إذا رح تتخلف رح يغنيك الله. فهي استراتيجية لا يزال يسير عليها المسلمين، فهم تجدهم ممكن تجد عائلات كثيرة مسلمة تجدهم في أسوأ الحالات المادية وتجد عندهم عدد كبير من الأطفال، وبعدين بيطلعوا على القنوات التلفزيونية يشتكون ويقولوا يعني ما عدنا نوفر لأبنائنا أكل وما عدنا كذا، يعني وهم عارفين حالتهم المادية ما تسمح لهم بهذا الإنجاب وهذا الأعداد الكبيرة من الأطفال، لكن يحطون هاي الأطفال تحت هذا الوضع بحجة. في مثل بالجزائر بيقول لك رزقهم على الله، فهم يتكاثرون بحجة إنه قرآن شجعهم. وراح يعني يعني أنت عايزة تقولي إن محمد كان عارف من البداية إن الدين ده لا يمكن أن ينتشر بالحجة والكلمة، تماماً. يجب أن ينتشر بالخلفة فقط، هو ده الطريق الوحيد. تفضل. تماماً. وراح نشوف كمان حديث ثاني يختلف في صحته، لكن هو يعني حتى لو اختلفوا في صحته كل الدلائل وكل الإشارات اللي عم بنشوفها تثبت إنه الإسلام نصف يعني أحد المصادر الأولية ويعني أحد الرئيسية هي التوالد اللي ساهم في نشره. يعني ورح نشوف الحديث بيقول من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله. فرح نشوف الراوي أنس المحدث الصنعاني. فعلى كل هذا الحديث بيقول لك من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فالمسلم ضروري إنه التزوج عنده شيء ضروري، يعني هو نصف الإيمان، وطبعا هو نصف الإسلام، يعني الإسلام التوالد كان جزء يعني رئيسي من نشره. ورح نشوف لدرجة أن نبي الإسلام من قسوته نهى على التزوج بالعاقر. صدقي يعني مرة مثلا تقدرت عليها وأصبت بمرض أو عقم ما صارت عند القدرة أن تنجب الأطفال، فهي ينهى نبي الإسلام عن التزوج بها، وهي عنصرية. فهناك حديث صدر أيضا بصيغة تزوج الودود الولود، عبارته المشهورة اللي استعملها في عدة أحاديث، ويعني في كتير أحاديث كرر هذه العبارة فيها. فرح نشوف في الحديث، فعن معقل بن ياسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا حديث صحيح. فيعني رجل حب امرأة، أراد يتزوج بها لأن جميلة ذات حسب ونسب، بينما نبي الإسلام شو حكاله؟ لا، ما تتزوجها، كون عاقر يعني ما تنجب أطفال لا يجوز الزواج بها. انظر يعني لدرجة أن المرأة بالنسبة له كانت أذاف، لازم تكون والد. إذا ما كان عندها، ما كان عندها القدرة أن تلد وتنجب له يعني الجيل الإسلامي تبعه، فهي لا يجوز الزواج بها. طب شو ذنبها؟ شو ذنبها يعني هي المرأة إذا ما فيها تنجب أطفال؟ فكان الرجل بده إياها ويصير يذهب إله أكثر من مرة، حكى له لا ما تتزوجها. وحتى أن نبي الإسلام اعتبر أن النكاح ضروري ومن سنته، ومثل ما نعرف محمد يعني ما ساب لا متنة ولا رباع وفوقها يعني الجواري وغيره. وحتى من معجزات حسب الإسلام واللي ضحكني بصراحة أنهم يعتبرونه بقوة 40 رجلا جنسيا، وحتى يتكلم شيوخهم عن هذا الفرق، عن هذا يعني الشيء المقزم بفخر. فسوف نجد حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس، بيقول عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال الراوي عن أنس قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية الإسماعيل قوة 40. فهنا نرى أن المسلم يقتدي بمحمد في كل أفعاله. فيعني إذا فطلعنا يفعل يعني لأن حتى قرآنه يحثه. فإن القرآن راح نشوف القرآن بيقول كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في سورة الأحزاب. فهون لهيك راح نشوف حتى المسلمين يقتدون بمحمد في التكاثر وفي التزاوج. وسوف نجد أن النبي الإسلام أيضا يحث حثا على التكاثر، وبل يجعله حصانة وهمية للمسلمين، ويشجع النساء على الأقل بإنجاب حوالي 3 أطفال أولاد. ففي حديث فضل من مات له أولاد صغار عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. فهو كان يشجعهم يعني لازم يكون عندك على الأقل 3 ولدان، 3 أولاد. فكرر يعني على العدد، وراح نشوف أنه قال لهم إذا كان عندك هذا العدد من الأولاد فما راح تروح للنار، يعني ما راح تمسك النار. وعن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين يعني قالت له شو عن 2 يعني ليش انت ديما، لاحظوا انه ديما يأكد يعني 3 اولاد يعني وما اكثر. فقال رسول الله واثنين يعني معليش 2 المهم انجبوا الاولاد. فكان ديما يحثهم على هذا ويهمهم انه هذا رح يحميهم من النار، بينما هو هدفه كان واضح من يعني الحث على الانجاب، وهذا ولساتنا عم بنشوف السبب. فراح أتوقف عن يعني مداخلتي هون. شكرا يا فنان، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين رجاء تكبيس إخواني، تكبيس ومشاركة الحلقة، صارنا ساعة معكم ومستمرين أيضا إلى ساعة أخرى، فرجاء تكبيس ومشاركة الحلقة مع الآخرين لكي توصل لأكبر عدد ممكن، والاتصالات مفتوحة لكل الأحباء اللي يحبون يشاركون معنا.
إذا في إعلانات، إحنا بدأنا ساعة، إذا في إعلانات يا ريت المخرج يعطينا إعلانات، وإذا ما في إعلانات أيضا اكتبوا لي إنه ما في إعلانات علشان أفهم هل في إعلانات ولا ما في. طيب أختي ديوان تفضل المايك معك، وإذا في إعلانات من بعدك آخر إعلانات. أوكي ماشي. أنا عايزة أتكلم عن عايزة أثبت بس إن التقرير بتاع المؤسسة اللي هي مركز الأبحاث بتاع بايو للأبحاث في عام 2017 نفس الأبحاث اللي عملوها قالت إيه، ودي بتبين التناقض في كلامهم. قالوا إن عدد المتحولين، يعني بيقول لك إن في السنوات الأخيرة كشف الدراسات مستفيدة موجات ارتداد كبيرة بين المسلمين. ففي الولايات المتحدة بحسب تحليل الدراسة اللي أجراها المركز دوت، قال إن عدد المتحولين إلى الإسلام مساو لعدد تاركيه، فالزيادة صفرية تقريبا، يعني زيرو. ليه؟ على قد ما هم بيولدوا ناس كتير في عيالهم برضو بتخرج. عكس كده دلوقتي يا ديفاين، أنا كنت هقول الحتة دي، بس دلوقتي دراسة بتاعت 23 قال لك 25,000 بيخشوا الإسلام كل سنة، 100,000 بيخرجوا من الإسلام كل سنة في أمريكا بس. ده غير إن 25 بعد كده بيرجعوا تاني لما 80% منهم بيرجعوا. لو بتتابعي عارفة الفيديوهات اللي هي بتاعت المبشرين الأمريكان، بتشوفي ناس أصلاً وهم على اللايف بيقولوا إيه ده، هو ده دين الإسلام، ده ضحكوا علينا طبعاً لأنه ما بيعرفوش اللغة العربية وبيخدعوهم. هو بيتحكم في الترجمة اللي بيقولها له، بيوصله اللي هو عايز يقوله له، فالناس مش عارفين كده. لكن لما بيجي واحد عارف الإسلام صح وعارف الترجمات، مثلا كريستيان برينس ده من أصول عربية، في ناس كتير من أصول عربية بتضش، وفي غيرهم بيجيب بقى الترجمات الحقيقية مش المزيفة اللي بيضحكوا عليها بيهم، وبيوروهم الأصل، بيخلوهم يجيبوا العربي بالضبط ويقارنوه بالإنجليش عشان يعرفوهم. فالناس بتقول إيه ده، هو ده الإسلام؟ إيه ده، إيه القرف ده؟ وبيقولوا كلام كبير طبعا مش عايز أقوله يعني، وبيغلطوا. إزاي إحنا كنا في القرف ده؟ اتفضلي يا أفنين. أسفة على المقاطعة، كان بدي أورجي إحصائيات بخصوص الجزائر، يعني كمان الجزائر، كان بدي أتكلم عن بعض الإحصائيات اللي نشرتها أحد الجرائد الجزائرية، ومو بس هيك بل أيضا قناة فرانس 24 تكلمت عن هاي الإحصائيات. فتكلمت الإحصائيات هون، ما بعرف إذا الشاشة واضحة أو لا، واضحنا. فبتكلم إنه في 50 جزائريًا يعتنقون المسيحية يوميًا، يعني كل يوم. أحد قالت صحفية النهار الجزائرية نقلًا عن الأسقفية الكاثوليكية بالجزائر إلى إن حوالي 50 جزائريًا يعتنقون الديانة المسيحية كل يوم أحد. وفي كمان قالت صحفية النهار الجزائرية استنادا إلى أرقام للأسقفية الكاثوليكية بالجزائر إلى حوالي 50 جزائريين يعتنقون الديانة المسيحية بمختلف مذاهبها عبر التراب الجزائري كل يوم أحد. ونقلت الصحفية عن الأب دانيال سان فيونسون دولابول، مسؤول بالأسقفية الكاثوليكية بالجزائر قوله إن 90% من مجموع الجزائريين الذين غيروا ديانتهم يعتنقون المذهب الإنجيلي، مشيرا إلى أن ظاهرة اعتناق المسيحية من قبل الجزائريين المسلمين بلغت حدا كبيرا خلال 4 سنوات الأخيرة. وهذا المقال من سنة 2012. ويفسر الأب دانيال فعالية الكنيسة في استقطاب أتباع جدد في الجزائر في الحرية التي باتت تتمتع بها على الإنترنت. فراح نشوف إنه فقط بالجزائر كل يوم أحد في 50 جزائري يعتنق الديانة المسيحية، والمصدر هو مصدر جريدة جزائرية، يعني مصدر يعني واضح يعني من الجزائر. فهون هي فقط الإحصائيات الواردة، ومع العلم إنه لساتهم عم بيحكوا إنه الجزائر 99 يعني فاصل 99% بلد مسلم، بينما في إحصائيات كمان ترد إنه في أعداد كبيرة عم تعتنق الإسلام وما عم يذكروا، يعني فقط هاي المصادر الخارجية من الكنائس والجرائد.
لكن في الإحصائيات الوطنية ما عم بيغيروا هاي النقاط والتغيرات اللي عم بتصير. غير اللي بيتركوا الإسلام في الخفاء وخايفين يعلنوا علشان القتل. اللي احنا بنتكلم مع ناس كتير من الجزائر وبيقولوا ان هم تركوا الإسلام لأنه تأكدوا ان هم مش من الله وعايزين يعرفوا المسيح كتير قوي طبعا. وهكمل بقى التقارير اللي عندي. زي ما قالت جداداي برضو، ولاحظ الباحثون أن قرابة ربع المراهقين المسلمين، ربعهم يعني 25% الذين نشأوا في الولايات المتحدة لم يعودوا يعتبرون أنفسهم مسلمين. وفي سبتمبر أيلول عام 2020 أهو بعد التقرير بتاع 70، نشرت شبكة The Conversation نتائج دراسة إحصائية علمية عن تحول إيران نحو العلمانية، وأن جماهير من الإيرانيين يتركون الإسلام زي ما قلنا 99.5 الإحصاء الرسمي بيقول، لكن الدراسة الإحصائية بتقول إن 40% فقط من الإيرانيين يعتبرون أنفسهم مسلمين، ودي دولة ذات أغلبية إسلامية. فتخيل بقى العالم بقى كله وهم بيطلعوا منه أفواجا ويقول لك هو اللي هيبقى مش عارف إيه. في عام 2019 برضو نشر موقع جريدة التلغراف مقالة بعنوان لماذا يترك الشباب الإسلام، مبرزا أجيالا جديدة من مسلمين متعلمين ليس في الولايات المتحدة فحسب. كل ما بيزيد التعليم والفهم بتاع المسلم وخصوصا الأجيال الجديدة اللي مش بتخضع للأهالي، على فكرة بسبب أن الإسلام يعني بيبين قد إيه في تخلف فيه وفي رجعية، وما ينفعش أن الجيل الجديد المتفتح الواعي اللي عاصر عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي والحاجات اللي حصلة النهاردة، ما ينفعش ان هم يقبلوا ثقافة 1400 عام، ثقافة لا تصلح إلا للبدو وشبه الجزيرة العربية والوضع بتاعهم اللي كان موجود وقتها وخوفهم من محمد والبيئة اللي كانت موجودة. ده احنا عارفينه طبعا ان الإسلام أخذ حاجات كتير قوي من الجاهلية، حتى الزواج الإسلامي وأنواعه واخدها من هناك، الأخلاقيات حتى بتاعت الجاهلية وإحنا أثبتناها في حلقات سابقة كانت أفضل كتير من اللي جيبها الإسلام، زي مثلا ممنوع على أرض المعركة إن هم يغتصبوا السبايا. محمد أمر باغتصاب السبايا في النساء 24، وكان الناس اللي جاي من الجاهلية كانوا رافضين كده. يعني هو كمان جيب أسوأ من التعليم اللي كانت موجودة وقتها، وشفناها في حاجات تانية بس ده مش موضوعنا. نكمل. مين متعلم يقبل ان الشمس تغرب في عين سين؟ ايوه بالظبط. انت خلف عارفه تشوف الفيديوهات تلاقيهم بيتريقوا على اهاليهم. انت شفتي فيديوهات كتير العيال العرب بيتريقوا على الاهالي بتاعتهم في التخلف بتاعهم وعاملين فيديوهات، ما تلاقيش ده عند الامريكان، لان الامريكان بيحترموا اهاليهم لان اهاليهم على وعي عالي ويعني بيتماشوا مع الحضاره الموجوده دلوقتي ومع العلم والثقافه اللي موجوده دلوقتي، فمش هتلاقيها بينهم، لكن تلاقيها بين العرب بس، وعشان هم أذكى من أهليهم وعشان ما يقبلوش بأخلاقيات إله الإسلام وهم عايشين في الغرب وشايفين الأخلاقيات وإزاي الكذب ده يعني حاجة جريمة كبيرة قوي. لما حد يكذب قدام مثلا الناس اللي في الغرب اللي هم الأصليين، مش الدخلاء اللي جايين برضو من ثقافات متخلفة عربية وإسلامية، لكن أصحاب البلد الأصليين بيكرهوا الكذب. الإسلام الكذب فيه حلال. تيجي تقول له إن دي شريعة الإسلام هيقول لك إيه؟ وبعدين مخالفة للقيم والأخلاقيات اللي موجودة في المجتمعات دي، إزاي هيقبلوهم وإزاي هيقبلوا يعني مع الوقت لما هتبان قوي تعاليم الشريعة وهم بيشوفوها يوم بعد يوم. عشان كده الناس انجذبت أكتر للحزب اليميني، ليه؟ بسبب إن تعاليم الشريعة الإسلامية مخالفة للقيم والأخلاقيات بتاعة الغرب، ما ينفعش إن الحاجات دي تتطبق. يعني في واحدة في محكمة إنجليزية جوزها كان بيأبيوزهر وبيضربها ومش عارفة ايه، ما خضعتش للقوانين بتاعت البلد وراحت خضعت للشريعة الإسلامية اللي المحكمة أمرت انها ترجع لجوزها اللي بيضربها واللي بيهنها مرة تانية. يعني شوفي لأي مدى بيظلموا المرأة، وطبعا المجتمعات ديت هترفض ان ده يتم على أرضها. فمع الوقت هتبان أكتر كل الحاجات دي، وواحد قتل على أساس الشرف وحاجات زي كده، بنته بتكلم واحد تاني، يعني حاجات التخلف دي كلها ما تصلحش. ما ينفعش أحط كده رقعة قديمة على ثياب جديدة، هتبقى مشوهة، هتشوه الثوب نفسه،
فعشان كده ما تنفعش اجي بالتعاليم المتخلفه والرجعيه والباليه واحطها على حضاره متقدمه، حضاره تقدمت لان ما فيهاش هذا التخلف. يعني حضاره نظيفه احط عليها نقطه سوداء يبقى بشوهها. فعشان كده مع الوقت كل الناس ديت هتكشف ان الاسلام لا يصلح ان هو يكون موجود بيننا النهارده في بين الحضارات الراقيه والمتقدمه والبلاد اللي بتتبقى لنا الحضارات دي. فبيقول لك ايه، يعني بيقول هنا في نشرة موقع جريدة التلغراف مقالة بعنوان لماذا يترك الشباب الإسلام مبرزا أجيال جديدة من المسلمين المتعلمين ليس في الولايات المتحدة فحسب إنما في بلدان عديدة حول العالم، تجرأ على طرح أسئلة متحدية ادعاءات تأسيس الإسلام. ناس عندها مخ وعندها فكر. أشارت المقالة لأعداد غفيرة من شباب المسلمين يتركون الإسلام في أزمة حقيقية من عدم الإيمان، وأكدت أنها ظاهرة ليست في مجتمعات الغرب المتحررة فحسب، مش بس في مجتمعات الغرب إنما في بلدان العالم الإسلامي المحافظة، يعني البلدان المتمسكة بالإسلام وتعاليم الإسلام، لا سيما السودان وإيران وباكستان. ومع يعني مع وجود حد الردة، إلا إن بتلاقي برضو الإلحاد واضح جدا لدرجة إنهم بيتكلموا عنه وخايفين منه. يعني فبيقول لك برضو في عام 1900 أفادت جريدة الكارديان البريطانية عن دراسة أجرتها مجموعة بحثية من جامعة برينستون، وقد كشفت الدراسة بالتفصيل ما مجمله أن العرب المسلمين يهجرون دينهم. هذا يدعو للتساؤل، خاصة أن هذا يحدث على أراض هي مهد الإسلام وموطنه، لدرجة أن في دراسة يا جماعة قالت أن مصر اللي هي قلب الوطن العربي هي نمرة واحد في الإلحاد، أكتر نسبة إلحاد جاية من مصر. في فيديو يا جماعة أنا بعته لكم عن شيخ أسود بيقول نفس الكلام ده بالإنجليزي، فياريت بعد ما ديفاين تخلص تشغلوه. أوكي، أنا فضل لي حتة صغيرة بس عشان عايز أتكلم كمان عن الملحدين. يعني بيقولك إذا قارنا هذا بأعداد الذين يعرفون أنفسهم بأنهم لا دينيين، والتي قفزت من 11% ل 18% ما بين عامي 14 و19 بس، يعني بعد الإحصائية اللي اتعملت اللي قالوا عليها الإسلام مش عارفة، لقيوا إن نسبة الإلحاد بين المسلمين بتزيد قوي من 11% إلى 18%. وبالمثل في مقال على موقع The New Republic يعود إلى إبريل عام 15 يرصد الانتشار غير المرئي للادينية في العالم العربي. يعني هم أصلا مش حاطينها على الأوراق الرسمية، ولكنها ظاهرة موجودة في كل مكان، بتلاقي انتقادات للإسلام في كل حتة، وبتلاقي حتى ناس ملحدين بيعلنوا عن نفسهم. يعني دلوقتي مصر بتحاول إن هي تحارب الناحية دي زي ما قال كريم من شوية، إن دار الإفتاء والأزهر عملوا زي جروبات وحاجات كده لمكافحة الإلحاد. يعني الأول كان مكافحة التنصير، دلوقتي مكافحة الإرهاب ومكافحة الإلحاد ومكافحة التنصير ومكافحة أي حاجة غير الإسلام. يعني الإسلام دلوقتي بيعادي العالم كله، يعني اللادينيين بيحاربهم، الملحدين بيحاربهم، اللي تركوا الإسلام اللي هم لا يعترفوا لأنه بيصنف الملحدين لثلاثة، بيقولك الذين تركوا الإسلام ولا يعترفون به كدين، والذين تحولوا إلى المسيحية، واللي هم العلمانيين اللي مش عايزين يأسلموا السياسة، هم ضد الإسلام السياسي. يعني انت في الجامع وخلاص، انت بينك وبين ربنا وخلاص، لكن الدولة تتحكم بقوانين وضعية وقوانين علمانية. وشوفي الدولة ازاي بتعاني من الفقر ومع ذلك بتعمل منح دراسية ببلاش تأكله وتشرب الطالب المسلم للأزهر عشان تزود عدد المسلمين في مصر، انهم عرفوا ان هم مش ما بقوش أغلبية. يعني بياخدوا فلوس الضرائب بتاعت المسيحيين والملحدين والمسلمين وكل الديانات ويدوها ويشجعوا بيها كمان الناس اللي هي بتحفظ القرآن واللي جاي لهم من بلاد تانية عشان يدرسوا في الأزهر، بيقولك مليارات واخدينها علشان يصرفوها على الحاجات دي، ومع ذلك برضك الملحدين أكتر واللي بيتركوا الإسلام أكتر ومش هيقدروا على كده. وإحنا شايفين طبعا الظاهرة اللي إحنا شايفينها دلوقتي السوشيال ميديا والملحدين عاملين ده مجموعات كتيرة قوي، في قناة اسمها العقل الحر وقناة اسمها الفكر الحر والملحدين العرب على المواقع، الملحدين التونسيين، الملحدين السودانيين، الأطباء العرب الملحدين اللي كشفوا الإعجاز العلمي وقالوا لنا طبعا على حاجات كتيرة قوي إن دي خرافات طبعا وصلوا لها وعرفوا
ان الاسلام مش من ربنا، لما ادعوا دعاة الاعجاز طبعا ان الاسلام القران فيه اعجاز علمي ومش عارف ايه، لقينا الاطباء بقى بيواجهوهم بالحقيقه وبيقولوا لهم بطلوا كذب وبطلوا خداع في الناس. يعني كانوا بيتكلموا عن خرافات طبعا الدين الاسلامي وتشددوا ضد كل غير المسلمين، يعني ناس منهم كتير كان الاعلان بتاعها يقول لك ايه اعمال العقل ونشر العلم، ومنهم اللي كان بيوصف نفسه ان هو كافر ملحد، لان هم بيصنفوه على انه كافر لما بيكون ملحد يعني، وبينشر مشاركات تثبت ان الخطاب الاسلامي يشجع على العنف ضد الديانات الاخرى، ومنهم قصي بطار احنا عارفينه، ومنهم شريف جابر اللي تم سجنه قبل كده وبرضه حكموا عليه، وفي محمد حجازي اللي ترك الاسلام ودخل المسيحيه، وفي ماهر الخواجه مش عارفه ماهر ايه الجوهري برضو، ده اول واحد ترك اعلن ان هو ترك الاسلام كان ماهر، وبعدين محمد حجازي، وكمان ليهم فيديوهات وليهم قضايا وليهم حاجات كتير، واسلام البحيري اللي هو مجرد انه بس تعرض للاسلام وقال ان هو مش موافق على حاجات فيه، الناس العلمانيه ده علماني يعني، الاثنين التانيين تحولوا للمسيحيه، شريف جابر ملحد، قصي بطار ملحد، اسلام البحيري علماني، ابراهيم عيسى علماني، كل دول الاسلام بيحاربهم، بيحارب كل الناس. عايزه اقول كمان بينقرض، عايزه اقول كمان ان وهم العلم والايمان، فاكره مصطفى محمود والعلم والايمان، وان العلم اللي هو الايمان الاسلامي ويجيب لك العلم، وطلع كل ده فنكوش، وعارف ان كل ده هري فاضي ومش حقيقي، فوهم العلم والايمان طلع كله فنكوش، وظهرت العقيده الاسلام نفسه فنكوش. العيال الجيل الجديد مش زي الاجيال القديمه الجبانه واللي اخذت الصندوق من اهاليها من غير ما تبص فيه ولا فكرت، العيال الجيل الجديد هو اللي فيه الامل، الجيل اللي بيفكر، الجيل اللي بيستخدم عقله وبيستخدم العلم، اصل العلم ده مش ببلاش، العلم ده اللي خلانا نلاقي الادويه وخلانا نتغلب على الامراض واللي خلانا نوصل للقمر واللي خلانا ده الواقع اللي انا شايفه، اخد حاجه بتقول لي غير الواقع، اخد حاجه مخالفه للواقع واقول هو ده الاله وهو اصلا كذاب، ولا اشوف الحاجه اللي بتتفق مع الواقع واقول هو ده اللي صح. يعني الاسلام بان هو يحشر مناخيره في العلم ضيع نفسه واثبت ان هو مش من الله. ما فيش اديان تانية اتكلمت عن اعجاز علم، ما فيش الا الاسلام. يعني حتى ان دار الافتاء المصريه بتقول لك تحدثت عن اسباب الالحاد ومن ضمنها العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الاسلاميه المتشدده، واضافت ان ابرز الاسباب التي تدفع الشباب الى الالحاد هي ممارسات الجماعات الارهابيه التكفيريه التي تنتهج الوحشيه والترهيب والذبح باسم الاسلام. ادي بص اعترفت بدايه عشان استني، والتي صدرت مفهوم مشوه لتعليم الدين ورسخت صوره وحشيه قائمه له، مما نفر الشباب من الإسلام ودفعهم إلى الإلحاد، كما تغلغل الإسلام السياسي في الحياة الخاصة والعامة، وكان لهذا ردة فعل أيضا لديهم. هل العيال دول أو الناس الملحدين دول يا جماعة كده بيفتروا فعلا على الإسلام زي ما دار الإفتاء بتقول؟ هل دي صورة غير الصورة بتاعت الإسلام؟ يعني هل داعش واللي عملته والترهيب والوحشية مش موجود في القرآن وفي سنة محمد؟ إذن هذا اعتراف ضمني بأن سبب الإلحاد هو وصولهم إلى المعرفة الحقيقية، وصولهم إلى الحقيقة اللي موجودة في الإسلام، وهي أنه عبارة عن سياسات وحشية، هي سياسة تلبست بملابس الدين لكنها لا صلة لها بالدين، لا صلة لها بالدين، شغل عصابات شغل سياسة لكنه تزرع بالدين علشان يمرر هذه السياسات الوحشية والهمجية على الناس بأن هو يدعي أنه من الله. تفضل أنت قلت عليكم عايزين تعملوا فيديو عايزة بعد أفنان ياريت تحطوا الفيديو اللي هو بتاع الشيخ الأسمر. تفضلي يا أفنان. تمام، بس أعطي فقط تعليق بسيط على النقطة اللي كانت تتكلم عليها الأخت ديفاين. النقطة اللي كان بدي أذكرها كمان إنه رغم إنه في إحصائيات هذا الإشي اللي
ما عقلي ما مو قادر يستوعبه، يعني رغم انه في اعداد كبيره وفي دلائل على انه عم يطلعوا من الاسلام افواجا، بس ديما بيخلوا الاعداد تبعهم بتزيد. السؤال للمسلم، يعني كل هاي الاعداد اللي عم تنقص من المسلمين، وفي حتى احصائيات رغم انها ليست دقيقه بالعدد الكافي، بأكد مليون بالمية الأعداد رح لو تجرى الأعداد والإحصائيات بالطريقة الصحيحة، ولو ما كان في حكم الردة وكشف كل حدا يعني يترك الإسلام عن هذا بدون خوف، لكانت الأعداد رهيبة جدا. لكن رغم هذا في أعداد أيضا لا يستهان بها تم الكشف عنها. فمثلا الأخت ديفاين كانت تتكلم بس عن مصر، عن مصر في فقط إحصائيات بسيطة، يعني واضح أكيد رح يكون أكثر من هيك. فكان بدي أذكر من موقع حتى ما بيقولوا نتكلم من دون مصادر، هذا الموقع أتمنى الصورة تكون واضحة، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وهذا التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في مصر لعام 2017. فهذا الإحصاء فقط جاء بأعداد، يعني موك وضح فقط أعداد من هذا الأعداد، هون بيتكلم بيحكي تتراوح تقديرات السرية لعدد الملحدين من مليون إلى 10 ملايين في غياب الأرقام الرسمية. تشير المصادر على نحو متسق إلى أن العدد يزداد بالطراد، وتتراوح تقديرات عدد المسلمين السابقين الذين تحولوا بهدوء إلى ديانات أخرى في معظم الأحيان المسيحية بين 50,000 و4 ملايين. فهي إحصائيات فقط، يعني اللي تكلمت عنها السفارة الأمريكية بمصر فقط قالت إنها غير دقيقة، يعني فقط اللي تمكنوا من الوصول له. فمتأكدة يعني لو يصلوا للأعداد الدقيقة وما كان في حد ردة راح تكون يعني ملايين الملايين. فالسؤال ليش أعدادكم ديما عم بتحطوا العدد عم يزيد؟ احنا بنشوف الأعداد عم تنقص مش عم بتزيد على فكرة. فهي كان بدي أطرح هاي النقطة. شكرا. ما في الأعداد عنده عايزين أنا ممكن أشغله ثانية واحدة أهو. That you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe. مستحيل ان احنا كنا نلاقي في بلدنا في بلاد العرب او في بلاد المسلمين ان يجي شاب او شابة صغيرين يروحوا لابوهم وامهم ويقولوا لهم انا مش مصدق خلاص في الاسلام، او انا مش مصدق ان رسول الاسلام هو نبي من عند الله، او انا مش مصدق ان القرآن هو وحي من عند الله. مستحيل ان احنا كنا نفكر في شيء زي كده قبل كده. كمل حضرتك. If that محمد صلى الله عليه وسلم was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. ده شيء لا يصدق. ما كناش نصدق حاجة زي كده أبدا إن هي ممكن تحصل، ولكن دلوقتي بتحصل كتير جدا وباستمرار. تفضل. Unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche. انهيار ثلجي اللي هو كان بيتكلم فيه في الفيديو اللي قبل كده، وتسونامي على مجتمعاتنا الإسلامية. That is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. هتضربنا ضربة جامدة جدا، هيبقى صعب علينا ان احنا نقف تاني على رجلينا. انا برضه
بيتكلموا على الإسلام بيحصل فيه إيه دلوقتي. الشيخ بيقول له هو بيقول له دلوقتي 24% في أمريكا لوحديها الشباب الصغير اللي هو من سنة 13-18 بقوا مرتدين. رأيك في الموضوع ده؟ فبيقول الشيخ كبير يعني فضل. It's the religion of the large number of defectors, the largest number of defectors. أنا عايز أقول لك إن هو دي بقى الإسلام هو دين أكتر الأعداد ترك للإسلام. تماماً. The number of defectors is more than the number of those who enter, but from all. إحنا مش بنقول إن عدد الناس اللي بتترك الإسلام أكتر من عدد اللي بيخش. طبعاً الكلام ده كذب لأن الإحصائيات بتقول إن عدد الناس اللي بتخش الإسلام كل سنة اللي بيرتدوا عنه كمان سنة 80% هم 25,000 بس في السنة في أمريكا بس. وعدد المسلمين اللي بيخرجوا من الإسلام كل سنة في أمريكا بس 100,000. وفرنسا 7 ملايين في إحصائيات بتقول في حوالي 7 ملايين مسلم ارتد بفرنسا. وهي يعني فقط الإحصائيات في سنة أيوة يعني عندها زمن طويل. دي بقى في سنة واحدة كل سنة 100,000 بيرتدوا. فهو حتى النقطة اللي هو بيقولها دي عشان يداري على خبته كذاب فيها لأن إحصائيات بتقول عكس هذا. إحصائيات بتقول إن 100,000 بيرتدوا و25 بس بيخشوا بيسيبوا الإسلام تاني كمان سنة بالضبط بيسيبوا الإسلام 80% منهم. تفضل يا أستاذ. الناس اللي هم الجيل التاني والتالت دلوقتي في أمريكا في المجتمعات الغربية كمان بيكلم عليها مش مسلمين أساسا. فهم بس قاعدين في موجودين في الوضع الإسلامي يعني في بيوت إسلامية لكن هم أساسا مش مسلمين. كمل حضرتك. The name is Muslim and you think they're Muslim because they're in the situation. I did a little survey of Salatul Eid and I found that 50% of the guys don't even go to Eid. أنا هم بس أنت فاكر إن هم مسلمين عشان هم في بيتك ولادك وأحفادك أنت فاكر إن هم مسلمين عشان هم موجودين في الوضع لكن هم مش مسلمين. أنا عملت بقى كشيخ عملت دراسة على الناس اللي بتيجي الجامع. أنا عملت دراسة عن نفسي هو مع نفسه عامل دراسة بقى لقى فيها إيه؟ لقى إن صلاة العيد إن المفروض المسلم لو ما حضرش الجامع طول السنة طول السنة ما جاش صلاة الجمعة ما جاش الصلوات الخمسة دول مش مهم بس بيجي في العيد لازم يجي في العيد لقى بقى من الرجالة بس اللي هم المفروض اللي هم ييجوا سيبك من الستات هو بيقولك ماليش دعوة بالستات أنا ليه دعوة بالرجال 50% منهم ما بيجوش. يعني حتى المسلمين الرجالة الكبار مش بس الأطفال بقى 50% من المسلمين الرجالة فقط ما بيجوش أساسا صلاة العيد مش صلاة الجمعة لا ما بيجوش صلاة العيد. ويقولك بقى عملت بقى إحصائيات على صلاة الجمعة أوكي تلت بس المسلمين اللي ييجوا في صلاة الجمعة تلت الرجالة بس بقية المسلمين ما يجوش. تفضل حضرتك كمل. It's sad. I'd like you to actually do it here in your part of the world. See what access we can arrange to show. If you have the masajid, check the capacity of the masajid and look at the number of Muslims you have. You're going to find. شوف الأعداد اللي بتيجي في المساجد كل أسبوع كل صلاة جمعة. ده بيتكلم على المسلمين اللي لسه محسوبين على الإسلام مش بيتكلم على المسلمين المرتدين. لا هنا بيتكلم المسلمين المتبقيين نصهم ما بيجوش وتلتهم ما بيحضروش صلاة الجمعة اللي هي لازم يحضروها لو أنت مسلم لو أنت مؤمن إن أنت مسلم على الأقل هتيجي صلاة الجمعة تلتهم بس اللي بيجوا. فتقريباً تلت المسلمين بس هم اللي في أمريكا أو اللي في الدول الغربية معتقدين نفسهم إن هم مسلمين. فضل كم؟ The Muslims attending. I'm talking the males who are supposed to attend. So it's very scary. شيء مخيف جدا بيقول لك شيء مخيف جدا. فده جماعة اللي إحنا بنشوفه عن الإسلام حتى المسلمين اللي محسوبين على الإسلام. تلتهم بس اللي عاملين نفسهم او فاكرين نفسهم مسلمين. عايز اقول لي حاجه افنان اتفضلي.
أيوة، وصاروا كمان بيعملوا جمعيات بأمريكا ومدارس للمهاجرين المسلمين، لأنه في إحصائيات أيضا أخلي لما فيني أعرض الفيديو كونه على تيك توك، بس رح خليكم تسمعوا شو حكيت في يوتيوبر صور في أحد هاي المدارس اللي عاملينها. ف نور يا اهلا وسهلا، صدقة نور يا جماعة. أنا بعرف الناس هنا وراء على نور، غيرك ما بعرف. وين موجودين احنا بالضبط وشو يصير هون؟ هاي منظمة خيرية اسمها I am Youth Group، وظيفتنا انه strengthen the Muslim youth identity، انه نقوي الشخصية الإسلامية عشان نحمي الأولاد من انه عم يطلعوا من الإسلام، من الإلحاد. تحموا الأطفال من انهم يطلعوا عن الإسلام ويصيروا ملحدين. لأنه عندنا إحصائيات كل سنة تقريبا 100,000 مسلم بيطلع من الإسلام. كل سنة 100,000 مسلم؟ واو. في أمريكا بس يا جماعة. فإحنا بنخاف على أولاد. أها. ففي أمريكا زي ما شفتي فصاروا بيخافوا وبيعملوا حتى مدارس ليحاولوا يعني يغسلوا لهم أدمغاتهم ويحاولوا يخلوهم بالإسلام قدر المستطاع. فلو لم يكن هذا الدين هش، ليش كل هذا الرعب في قلوبهم من كونه الآن صاروا أبناء يتركون الإسلام؟ لو كان دين قوي ليش عم بيحاولوا كل ليحاولوا يخلوا أبنائهم بالغصب فيه؟ محمد يعني زال يعني محمد حط لهم القتل، حط لهم حكم الردة، حط لهم التبري من أبنائكم، حط لهم اطردوهم، حط لهم التعذيب، حط لهم كل إشي، ورغم هيك عم يتركوا الإسلام. وشو صاروا يعملوا؟ صاروا يعملوا حتى مدارس، ومو بس هيك، حتى في الدول الإسلامية بيحاولوا بيضيقوا على الكنائس وعلى حتى بالجزائر ممنوع حتى إنك كمسلم تشتري كتاب مقدس، حتى في كتير مكتبات أغلقوهم يعني وجدوا عندهم كتب مقدسة. فيعني ليش كل هذا الرعب من المسيحية خصوصا؟ ومع ذلك بيحاول الإسلام وبترتقي المسيحية بتزيد أكتر، لأن الناس بدأت تشغل عقلها، بدأوا يحتكوا بالشعوب الأوروبية ويشوفوا إن الإسلام لا يصلح إنه هو يكون دين أصلا. عايزة بس أقول حاجة، إن بيو عشان يبين لك بس إن بيو غلط في الدراسة بتاعتها، ما عملت دراسة من 2010 ل2016 إن 160 ألف مسلم بيسيبوا الإسلام وبيتحولوا لديانات أخرى أو لدينيات أو لدينية من 2010 ل2016. بس الإحصائية دي دلوقتي أثبتت إنها غلط، لأن الإحصائية الجديدة بتقول إن 100,000 في السنة، مش من 2010 ل 2016 سنة واحدة بس 100,000. فهو زي عشان كده الإحصائية اللي بيو طلعتها إحصائية خاطئة، لأن هو مش دارك الأجيال بتسيب الإسلام إمتى وبنسب قد إيه، وبيحسب ده في خلال 50 سنة هيبقى كذا. إحصائية خاطئة وكل الدراسة نفسها غلط، كلها تجهنات غلط مبنيه على اسس خاطئه، واحنا طبعا اثبتنا في الكامل اللي احنا قلناه. والدليل اللي احنا شايفينه النهارده، دليل الاحصائيه النهارده، الدراسه دي 2015 النهارده اثبتت ان هي غلط. فهو الصحوه الاوروبيه اللي ظاهره الان ان هم بيكرشوهم بعد ما عرفوا هم مين، رغم ان البلاد دي رحبت بيهم قوي، رحبت بيهم لان هي عندها اخلاق وعندها قيم عاليه وانسانيه عاليه، لكن لما لقت ان القيم الاسلاميه وان هم عايزين ينشروا القيم مش عايزين يجوا يعيشوا تحت سطح القيم بتاعتنا احنا ويعيشوا في سلام ومحبه مش لاقيينها عندهم، يعيشوا في رخاء مش لاقيينه عندهم لان احنا مش بنطبق الشريعه بتاعتهم، علشان كده نجحنا. يعني الغرب بيقول ده لسان حال الغرب، احنا عشان ما طبقناش الشريعه بتاعتكم انتوا فشلتوا في بلادكم وهربتوا منها علشان بتطبقوا الشريعة دي. فأنت عايز تيجي تعيش تحت التعليم بتاعتي والقوانين بتاعتي اللي تسببت في رقي وتسببت في التقدم الحضاري اللي عندي، أهلا وسهلا بيك. مش عايز، مش هتفرض أنت علي الفشل اللي أنت وصلت له في بلادك، عايز تفرضه علي هنا. إذن أنت عدوي كده، أتعامل معك على أنك أنت عدو جاي تفسد المجتمعات بتاعتي وتوصلها إلى الصورة المرفوضة عندك في المجتمعات بتاعتك. أنا بس عايزة أقول حاجة، يعني أكمل على الفيديو اللي جابته أفنان، خوف الناس ورعبهم من الإلحاد اللي هو يعني مش إلحاد بس، أنا بعتبر الإلحاد مرحلة وسيطة وبعد كده بيعرفوا الإله الحقيقي. هو الأول المسلم بيتأكد إن الإسلام استحالة يكون من ربنا، رسول الإسلام ده لو واحد عادي ممكن أديله
في الأخلاقيات رقم أعلى بكتير من رسول الإسلام. يعني أدي الواحد عادي محترم مسلم عادي أدي له 10 وممكن أدي رسول الإسلام 3 مثلا في الأخلاقيات. لو أنا عملت مقارنة وجبت واحد مسلم معين وحطيته جنب رسول الإسلام هقول إن هو عنده أخلاق أكتر. فالناس اللي عندها عقل والناس اللي بتفكر والناس اللي قدرت تدرس وتشوف ورامت القدسية على جنب وحاولت تقارن بالفعل بدون عواطف بالعلم وبالعقل قدروا يوصلوا إن استحالة إن الإسلام يكون من ربنا. فهو بيلحد الأول بيترك الإسلام يقول ده مش من ربنا وبعد كده يبتدي يدور لأن مش معقولة الكون ده ملهوش إله. فبيبتدي يدور لغاية ما بيوصل للمسيحية وعشان كده بنلاقي أعداد كتيرة قوي وصلت إلى المسيحية. ثم مش هيقولوا إنهم تحولوا للمسيحية ويقول لك إنه الحد بس هشوف قد إيه الرعب اللي حاصل في مصر. ودي جت في مقالة في اليوم السابع بيقول لك في ظل تصعيد طبعا لأن الفتاوي ضد المنطق وضد العقل فبيقول لك في ظل تصعيد وانتشار الإلحاد أصبح المجتمع المصري بين شقي الرحى نيران التطرف والإرهاب وكارثة الإلحاد. وحاولت جهات معينة تقدير عدد الملحدين في مصر بما لا يقل عن 5 ملايين ملحد معظمهم في الفئات العمرية من 20 وحتى 25 الناس اللي هي وصلت للسن يقدروا يدركوا فيه يعني ويعوا ويقروا ويعرفوا. وهو الأمر الذي دفع البرلمان المصري نفسه إلى مواجهة مثل هذه الأفكار الهدامة من خلال تدشين تشريع يجرم الإلحاد. وبالفعل تقدم النائب عمر حمروش عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بالمجلس بمشروع قانون يتكون من 4 مواد. المادة الأولى تشمل تعريفه للإلحاد والمقصود به والثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين. يعني هيدخل جوه قلب الراجل ويشوف هل أنت مسلم ولا لا. هو تقريبا بيدخل كده على الاتصالات اللي بينه وبين ربنا وبيعرف أنه هو مش بيكلم ربنا ومش بيعرف ربنا وملحد. وتجريم الظاهرة. والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال استتابة الملحد والتراجع عن أفكاره. ستكون العقوبة التي يتضمنها القانون الجديد مشددة. دي واحدة عشان اللي تقريبا بتحاول تهرب. لو تعبد إلهي لو عظمك. آه بالزبط كده. فبيقول لك أكتر ناس فرحت بالموضوع دوت أول من هلل فرحا وطربا بمشروع القانون قيادات الأزهر الشريف واعتبروا ظاهرة الإلحاد بمثابة الكارثة التي ستؤثر على أمن واستقرار المجتمع تأثيرا سيئا دون إدراك منهم أن التشريع يمكن له أن يحد من الظاهرة في العلن لكن لن يقضي عليها في السر. يعني هو دلوقتي عايزين يرهبوا المجتمع وده هيأثر على أمن واستقرار المجتمع إزاي يا جماعة؟ أنا نفسي أفهم هل الملحد عنده الأفكار الإسلامية بتاعت القتل والإرهاب؟ مين فيهم اللي خطر على المجتمع وممكن يسبب يعني يهدد الأمن العام الإسلام ولا الإلحاد؟ أنا الإسلام يعني واضح إن الإسلام هو اللي فيه التعليم الشرير والإلحاد برضو يعني بتدخل في شخصيات يعني بيتدخل في الحاجات الشخصية في أمورك الشخصية. علاقتك بربنا المفروض تبقى منك لربنا ما فيش حد ليه دخل فيها بس برضو يا ديفاين الإلحاد. بس أنا عايز أقول لهم حاجة أنت تشجع الناس على أنهم ينتجوا مش يقعدوا ويترحرحوا في البيوت ويخلفوا وينجبوا. وبعدين الحديث اللي قالته أفنان واللي أنا قلته قبل كده اللي هو بتاع مباهي بكم الأمم هل فعلا المسلمين موضع مباهة إن هم قاعدين في بيوتهم ومستنين الغرب يخترع مستنين الغرب يكتشف مستنين الغرب يوصل للأدوية اللي بتعالجهم مستنين الغرب وإنت في فايدتك إيه؟ كان في فيديو مبارح بتاع واحد كل الناس شتمته بصراحة حتى المسلمين عرفوا منه بيقول لك إيه أصل ربنا خلقهم عشان هم بقى يعملونا كل حاجة وإحنا ما علينا غير التفكر والتدين وبيجمع بقى الاثنين كده مع بعض فاكر نفسه بيقول حاجة كويس. وقعدت الناس تشتم فيه وتقول مين الراجل ده ومين مش عارف إيه كان مبارح لسه على الفيسبوك. أنا عايزة برضه أقول إن الإلحاد في ملايين الناس ماتوا في أوروبا بسبب الشيوعية اللي هي تندنا الإلحاد موتوا ملايين الناس في أوروبا. فهو الإلحاد يعني مش هي حتة إن الإلحاد ما بيقتلش الناس زي الإسلام نو الإلحاد كان سببه موت عشرات الملايين في أوروبا.
سياسية وهي مش موجودة في الملحدين الموجودين دلوقتي. الملحد دلوقتي لا ازاي كل واحد ليه الفكر بتاعه الخاص بيه. امال انت شايفه اللي هو ماي لايف ماي بودي ماي تشويس دول ما بيقتلوا اطفال؟ ما انت اصلا انت هنا عن... نعم ما سمعتش عنهم دول قبل كده. ماي بودي ماي تشويس دول اللي هم الملحدين يقول لك لا ان الطفل حتى لو هو 9 شهور في بطن امه من حق امه ان يسقط علي اللي متداملوا مع الاجهاض هو... يعني النسوي شبه النسويات هم يعني ودي بدايه دي بدايه. لكن هو لو جه في المرحله اللي هو لا لان هو عنده مصلحه اللي المجموعه اللي بيشجعوا اجهاض يعني اللي هم ضد البرو لايف لا وبعد كده هيشجع ان هو يقتل المعاق ذهنيا او جسديا زي ما كانوا بيعملوا قبل كده طلعوا على المعاقين وابتدوا يقول لك لا بس هو دول مش موجودين في مصر مش مهم مصر المهم في العالم في امريكا وهيك يعني مثلا في اوروبا يقول لك الموت الرحيم انا كده برحمه بيستهبله فهو مش ان هو ياخد روح اي حد ده انا وانت عشان احنا مسيحيين لكن الملحد فكرش كده لما التاريخ بيقول لنا ان هو بيفكر عكس هذا الملحد هذه الفكره بالعربي يسمونها المليارد الذهبي يريدون الكره الارضيه تكون مليارد واحد فقط كبار السن يقتلونهم المعاقين يقتلونهم بالظبط المشوهين يعني ما عندهمش رحمه وبيدعوا الرحمه بالظبط وما بيدعوا الرحمه لحد يعني ما ياخدوا الملك زي المسلمين بالظبط من مليار شخص مفكر فقط او شخص بيقرر الشرور بتاعتهم يعني بيدي مبرر للشر بالظبط بس الشخص اللي يعمل ويشتغل وسنه مناسب هذا يبغى بالحياه الباقي زي الصين الصين لما لو جبت عيل ثالث يقتلوه وما بعرف ايش وقصص وروايات يس فيطلع لك بحجج عبيطه بحجة مصلحة المجتمع ويقتلك في الناس لأن أي شيء بعيد عن المسيح هو شيء شرير وخادم لإبليس. أنا بس عايز أقول حاجة إن المسلم لما بنيجي نقول له الإسلام بيقل مش أقولك آه القرآن قال كده القرآن قال كده هو عنده غريبا ويعود غريبا يقولك يعني ما هو عنده كده ينفع وكده ينفع لو العدد يقولك الإحصائيات تقولك ده بينتشر يقولك عشان الإسلام قال كده بس ده ناقد نفسه استني مش هو قال الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين طب ما دي طب ما انت شفنا انه هو لغاية يوم الدين هتفضل مش عارف يبقى كلها أكاذيب بتبين ان ده مش من الله وهو المسلم مش عايز يفهم ما هو الإسلام كده عنده الاتجاهين عشان في تلك الحالات يطلع صح انت فهماني صح وغلط صح وغلط غلط وصح فهو عنده الاثنين انت هتتزوجوا الودود الولود زي ما انتوا قلتوا عشان انا باهي بيكم الامم ايام يوم القيامه يعني لحد يوم القيامه انت هتبقى عددكم اكبر من الناس صح كده لا وبعدين هل هو بيباهيهم بالمتسولين اللي بيتسولوا من العالم كله اللي هم في قاع الامم هل دي مباهاه هل دي مباهاة انك انت تعتمد على الكفار في انك تعيش وتاكل وتشرب وهم عندهم رحمة اكتر منك لو انت كان في ايدك الحاجات دي هتمنحها عنهم هتمنع عنهم الاكل والشرب وهتمنع عنهم اي خدمة لكن هم بيعملوا معاك احسن من اللي انت من التعليم بتاعتك للمسلمين هم بيعملوا الغرب بيعمل فيهم تعاليم مختلفة اللي هي تعاليم المسيح المسلم بقى مش شايف الفرق انا عايز اقول كلمة بس يا جماعة للمسلمين معلش بضاعتكم الرديئه ردت لكم اللي انتوا بتعملوه في المسيحيين علشان بتنفذوا تعاليم الشيطان وبتحاولوا تستخدموا الارهاب والقتل والاجبار علشان تدخلوا الناس في المسيحيه عيالكم شافوها عيالكم شافوا ان ده استحاله يكون من ربنا فتركوا الاسلام كل ما انت تدخل واحد 10 بيطلعوا من عيالكم لأن عندهم أخلاق أكتر من إله الإسلام ورافضين إن ده يكون إلههم اللي أنت بتعمله هي زرعة بتتزرع ومش بتيجي فارغة بتيجي بثمار كتيرة جدا كل ما بتخطف بنت أو بتخطف ولد أو بتقتل حد علشان تأسلمه أو بتقتل حد عشان ترك الإسلام عيالك بتشوف وعيالك عندها عقل وبيفكروا وبيعرفوا إن ده استحالة يكون من ربنا وعشان كده بيتركوا الإسلام ده من الأسباب الكبيرة جدا يعني أنا تعاملت مع ناس كتير مسلمين تركوا الإسلام وعرفت إن في أسباب كتير
أخلاقيات محمد، وعايز أقول لكل مسلم برضو مع الأخلاقيات بتاعت محمد، اللي استحل مرات ابنه واللي نظر إلى امرأة في الشارع فوقعت في قلبه شهوة النساء فراح أتى مراته زينب، واللي راح لوحدة في الشارع وقال لها هبي لي نفسك، هل محمد ده تقبله يكون في بيتك ولا تقبل المسيح يكون في بيتك؟ مين اللي تستأمنه على بيتك ونسائك وبناتك وزوجتك وأمك وأختك اللي في البيت؟ المسيح تقبله يكون في بيتك، واللي بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، واللي بينادي بالطهارة والقداسة والعفة والخير والسلام والمحبة، ولا محمد اللي بيشتهي على روحه كده وهو ماشي في أي حتة، واللي ما تركش حتى طفلة رضيعة حبيبة بنت العباس اشتهاها وهي على الفطيم وهي طفلة رضيعة؟ يعني انت حتى لا تأمن على طفلتك من ان محمد يكون في بيتك وانت عندك بنتك الصغيرة في البيت اللي عندها 9 سنين اغتصبها او اتجوزها. انا يعني بكلمة جواز كده هو كده حللها، لكن هي تعتبر اغتصاب، عيلة صغيرة ما تعرفش حاجة. اللي طفلة اشتهاها، اللي ماشية في الشارع اشتهاها، وبعد كده ريح نفسه وقال لك كل النساء بقى الأحزاب 50 وامرأة مؤمنة إن أرادت أن تهب نفسها للنبي، إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد أن يستنكحها تكون له خالصة من دون المؤمنين. قال لك بقى ريح نفسي بقى، وأنا كل واحدة أقول دي عجبتني ودي شفتها وسبحان مقلب القلوب وديت لقيتها في الشارع، لأنا كلهم بقى يبقوا تبعي وأنا أنقي بقى، واللي تعجبني بس هي أخدها هبة، اللي ما تعجبنيش أبصلها من فوق لتحت وديها لواحد تاني. هل ده اللي تقبله يكون رسولك؟ هل ده اللي تقبله يكون في بيتك؟ لو أنت هنعتبر المسيح شخص عادي ومحمد شخص عادي، هل تقبل أن المسيح هو اللي يكون في بيتك وتأتمنه على بيتك، ولا تقبل أن محمد هو اللي يكون في بيتك؟ بناء على إجابتك هتقدر تعرف من أي فئة أنت، من فئة شريرة تقبل الزنا والنجاسة، ولا من الفئة اللي بتحب الطهارة والقداسة والرقي، انت اللي بتختار. انا بس عايزة لو ياريت يعرضوا الصورتين اللي انا بعتها لهم، لو تقدروا تعرضوا دي الصورة يعني من ايكونوميست في فيرجينيا، بيوريك ان the number of ex-Muslims in America is rising. دي في 2018، يعني بعد دراسة بيو ابتدت تختلف الإحصائيات تماما وابتدت تتحول تماما للعكس، بيقول لك رقم الناس اللي بتسيب الإسلام ابتدى يزيد. كمان دراسة تركية من تركيا، ألبانيا، اسمها إيه بالعربي؟ ألبانيا بقت أعدادها أقل من 50% بعد ما كانت الماجوريتي الأغلبية مسلمين، دلوقتي بقت الماجوريتي مش مسلمين، بقوا ملحدين ومسيحيين، وبقت المسلمين أصبحت أقلية مش ماجوريتي. فدي إثبات إن دراسة بيو اللي هي الإسلام أكتر الأديان نموًا وليس انتشارًا، دي دراسة بيو اللي قالت كده، ابتدت تتغير. وكل يا مسلم ما تبعت لنا، كل ما تهاجر للغرب كل ما تخسر مسلمين أكتر، كل ما الانفتاح يزيد وكل ما تخسر مسلمين أكتر، فكل ما بتديهم حرية كل ما بيسيب لك الإسلام. فأنت فاكر أن أنت رايح تحتل الغرب، لقيت نفسك بتحتل أنت نفسك وأنت نفسك اللي بتخسر ولادك وبتخسر كل شيء وفرحان. ويقولوا لنا فاكرة يا ديفاين، يقولوا لنا أنتوا كنايسكوا فاضية، إحنا خدنا كنايسكوا قلبناها جوامع، والشيخ بيقول لك بنفسه تلت المسلمين بس اللي بيجوا، فانت بتقلب كنايس الجوامع. وبعدين على فكره احنا بنبيعها لكم اللي انتم بتشتروها، تمويل من بره عايز بس يزود عدد الجوامع، زي ما بيبقى عايز يزود عدد الناس ويخدعهم في الشوارع ويقول لعيل يعني مش عارف يتكلم يقول له قول لا اله، يقول لا اله الا الله ورا مش عارف يتكلم. انت رايح تضحك على العيال الغلابه كمان، يعني شوفي وعامل فيديو بيها وشوفي الجرأه. يعني كيفهم شغله عارفين في الموسوعه الفقهيه الكويتيه شو حكوا؟
حكوا اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار فإن هؤلاء يحكموا بإسلامهم تبعا لأبيهم. يعني نقول إنه أنت يعني كنت يعني غير مسلم وزوجتك غير مسلمة والتحق مثلا بالإرهاب تبع داعش أو هيك إشي أو ما بندري شو، فأولادك بدون ما بيدروا بيحطوهم إنه صاروا مسلمين بالأوراق. يعني طب العيال دول يفهموا ايه اصلا؟ ده المفروض يسيبوا، لان يعني هو كان خارج الاسلام، مش مثلا اتولد لقى نفسه مسلم. يعني المفروض ده لما يبقى عنده 18 سنه يكرر. وبعدين حتى المسلم يعني احنا عندنا حريات، احنا عندنا الحريات ومع ذلك المسيحيه بتزيد، ومع ان ما فيش عندنا ولا رده ولا حاجه، لان المسيح قال لو دخلتوا اي قريه ورفضوكم فيها اخرجوا منها وقولوا لهم حتى الغبار الذي على ارجلنا ننفضه لكم من القريه دي. يعني احنا ما عندناش وعندنا حريه تامه. وكمان لما راح القريه السامريه والتلاميذ قالوا له ممكن ننزل نار عليها عشان رفضته لانه كان متجه لاورشليم مش رايح ليهم، قال لهم انتهرهم وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل ليخلص. والمسيح فعلا عنده حق، هو جاي في المجيء الاول علشان يخلص الناس، فاداهم التعاليم وجاب لهم الخلاص وقدمه لهم بالمجان. وعندك فرصة حياتك كلها علشان تعيش وعلشان توصل انت للحقيقة بنفسك، وممكن تقع وممكن تقوم وممكن تسيب المسيحية وممكن ترجع لها. لكن في الإسلام لو طلعت تتقتل على طول. طب انت ما اديتلهوش الحرية، ما اديتلهوش الوقت اللي هو يفكر فيه، ما استخدمش عقله عشان يبقى مسلم. هو اتولد لقى نفسه مسلم، فلما جه ابتدى يفكر عايز يطلع من الاسلام مفيش فرصه. طب انت دلوقتي اجبرته وانت اللي اخترت له ما سبتوش يختار، هتحاسبه على ايه لما بعد كده تيجي تحاسبه في القيامه؟ على اختيارك انت ولا على اختياره هو؟ هل ده عدل انك انت تختار وغصب عنه وكمان تقتله ما تدوش الفرصه وكمان تيجي بعد كده تحاسبه على ان هو ما اختارش؟ فالمنطق مقتول او ميت في الاسلام ملوش وجود. أنا عايزة أقول حبايب لخصوا مداخلاتكم بعشر دقائق، وإخواني اللي موجودين رجاء تكبيس على الشاشة وصلونا 100,000 قبل العشر دقائق. تفضل يا اختي جديدة. أنا عايزة أقول هو بيقولك كنايسكو فاضية في أوروبا ومش عارف إيه، هو اللي بقت جوامعه فاضية. يعني اللي واقف يعمل يعير فينا ومش عارف إيه، وبقت كنايس في أوروبا زايدة جدا واضطروا إن هم يبيعوا كنايسهم الصغيرة ويشتروا كنايس أكبر، ودي كنايس صغيرة دي المسلمين اشتروها، ويشتروا كنايس أكبر عشان عدد اللاجئين زاد جدا ودخلوا الكنيسة في ألمانيا بالذات. بقوا يبيعوا الكنايس الصغيرة ويشتروا كنايس أكبر. فأنت يا مسلم بقيت تشتري الكنيسة الصغيرة بتاعته وتقلبها جامع فرحان بنفسك وهو بيكبر باللاجئينك. اتفضلي تقولي لا ومش قادر يملاها. يعني هو واخد الكنيسة الصغيرة عشان احنا توسعنا وجبنا كنيسة كبيرة ومش قادر يملاها على رأي الشيخ. اهو ممكن اعداد، عايز عدد، بس عدد، عايز كثرة مساجد عشان يقول يا شوف عندنا كم مسجد. لما هو مش شايف، استني هنا، ده هي ديت معناها سماحة الاسلام وان الاسلام هو اللي حلو، ولا ان البلاد اللي انت بتروح لها عندها اخلاق اكتر منك وعندها رقي انساني لان سمحت لك تبني في بلادها وديك حرية ان انت تزود حتى لو انت بتقول انت اكتر؟ ده معناها ان البلد هي اللي عندها اخلاق وانت ما عندكش، لانك في بلادك ما بتسمح لهمش. انت لما بيجي يجدد كنيسة بيقفلوا الهمجية كلهم، حتى مش القانون هو اللي بيتطبق، الهمجية والبربرية هي اللي بتسود وقتها، وبيروح يكسلوا المباني لو بنى دورة مية جديدة او جدد اي حاجة تلاقي كل الهمج قاموا عليه. فده معناه ايه؟ معناه بص واتكسف على نفسك. يلي بتقول كده بص واتكسف على نفسك، لما تلاقي الغرب بيسمح لك تشتري كنائس وتبني كنائس من غير ما يبقى عنده التعصب اللي عندك ولا الشر اللي عندك ولا الارهاب اللي عندك، وما بتقومش الناس كلها عليك وتقول لك لا مش من حقك تبني، لا مش من حقك تشتري، يبقى انت اللي تخجل من نفسك لانك مش بتسمح لهم بنفس الحقوق في بلادك الاسلاميه اللي انت اصلا سارقها منهم، اللي هي اصلا بلادهم وانت استولت عليها. فخلي عندك دم واختشي على
دمك. لما كنت في بس مع اجانب وكده، فكان في ناس بريطانيين بيشتكوا من اللاجئين اللي بيجوا، فقلت لهم انتم مش واخدين بالكم ان احنا عندنا في مصر والبلاد العربيه ان احنا مش بنعرف نبشر، لان التبشير في البلاد دي تعتبر جريمه. فانتوا مجرد ان هم يخشوا البلاد الغربيه والاوروبيه والامريكيه بنقدر نبشرهم في البلاد دي، فبتحصل النهضه في الاسلام. فقال لي ايه ده، انا عمري ما خدت بالي بكده. وفعلا كانت دي النتيجه، ان احنا لما اتحررنا من ظلم الاسلام وبقى في حريه للتبشير وهم اللي جولنا برجليهم لحد عندنا، ابتدت الاعداد كبيره جدا تقبل المسيحيه، وابتدت المسيحيه في اوروبا وفي امريكا تزدهر والاسلام ابتدى يقل. فهو كل ما يبعت لاوروبا وامريكا وكل ما يهاجر وفاكر ان هو رايح يحتلهم، هو اللي بيحتل في الاخر وهو اللي بيخسر. يعني زي المثل العربي اللي بيقول تيجي تصيد ويصيدك، يصيدك يصيدك ويصطادك. بالظبط بالظبط. فاوعوا تفتكروا مثلا احنا بنقول بس احنا بنصطادهم بالمحبه وبالتسامح وبالعطاء، مش بالسيف. بالظبط كده. لكن هم في بلادهم بيرعبوا الناس، يخطفوا الناس، والحكومه ما بتساعدش حاميها حراميها. في البلاد العربيه تلاقي ان الحكومه نفسها، يعني في السعودية حكموا بالإعدام على ولد عنده 20 سنة مثلا عشان مش عارف عمل إيه في القرآن، وحكموا على واحد تاني برضو علشان قال رأيه في الإسلام بالإعدام. 2 إعدام في السعودية بسبب الدين ده. يعني فين هو، إيه هو الإله ده اللي جاي عشان يقتلنا علشان مش عايزين نعرفك؟ أنت لو أنت في علاقة معينة ويجي مثلا جوزك يقولك ما حبتنيش أقتلك، هل دي تبقى محبة من القلب؟ هل انت راضي بكده؟ هل انت إله عندك كرامة؟ بالظبط. يعني حاجات يعني مثيرة للإشمئزاز بصراحة. بالظبط. شوفي المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الجزية والكلام ده كله، ازاي كنا احنا بندفع الجزية، وازاي يذل المسيحي ويذل اليهودي ويشدوا من دقنه ويحطوا في الأرض ويدوس على رقبته عشان يكرهه في دينه ويخليه يكبر ويخش الإسلام. ده لليهود والنصارى بس. لو الإله الحقيقي عايز يخلي كل الناس مسلمة، يا جماعة فين المنطق؟ طب ليه مش بيخلينا هو مسلمين كلنا؟ ليه يخلي يسلط البشر هي اللي تقتل بعض؟ لو أنت إله وعندك القدرة الإلهية، طيب ما أكيد عندك القدرة اللي تخلينا كلنا مسلمين. المشكل قال إنه هو فيه يفعل هذا، قال إنه هو يتحكم بالمشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكيف أنت متحكم بمشيئتهم عم زي ما عم تحكي، وإنهم ما رح يشاءوا إنه يعملوا إشي إذا ما تشاء أنت؟ فكيف يعني المنطق والإسلام يعني شيئين لا يتفقان، لا يتفقان. شوفي الشيخ السوداني اللي كريم جايبه متغاظ جدا، بيقول له ازاي، بيقول لك يسوع بيحبك، بيوزع الانجيل، يعني اهو بينتشر. هو عامل زي شخصيه شريره من افلام الكرتون. لا ده في شعلان قوي ان هو المسيحي بيبشر بالمحبه وبنشر الكتاب المقدس، لانه عارف ان الكتاب المقدس ده ساعه لما انت تقراه هتخش المسيحية على طول، هتفهم ان انت عايش وهم، وان اللي معاك ده مش دين، والمعجزة اللي هي اسمها القرآن فانكوش. فهو خايفين من الكتاب المقدس. طب انت فاكرة الفيديو كتاب مقدس اخت جدانيا؟ لما كنت بالبلد تبع بالجزائر، في اخت من كندا أرسلت لي كتاب مقدس باللغة العربية. لما وصل الكتاب قاموا الجمارك صادروه، كمان اتصلوا بي حتى أروح عندهم ويحققوا معي، بس ما رحت. بس يعني تم مصادرته. قلت لهم ليش يعني اعتبروني أنا مسيحية، ليش ما بتعطوني؟ قال لي ما بهم، قتلوا المسيحيين كيف فيهم يقرأوا، يعني أنتوا بتصادروا الكتب. قال لي يروحوا يبحثوا على الانترنت أو إشي، أما في أعطيك الكتاب المقدس وتعالي للتحقيق. بس ما رحت طبعا.
يعني خوف من الكتاب المقدس. قلت له هذا فقط كتاب، يعني كتاب شو الخطر اللي فيه وحتى انتو تصادروه مني؟ وجدت يعني هدول قنابل او شو يعني؟ ما هو يدي بالضبط، هو يدي ويجرجرك بسلاسل في رقبتك عشان تخش الإسلام بالذل، ويدفعك الجزية بالذل والضرب على القفا. أوكي؟ هو يسمح لنفسه كده، ولا يسمح للمسيحي إنه هو ينشر دينه بالسلام والمحبة. شوفوا ازاي الافتراء دي اللي احنا بنقول عليها بلطجة. فاكرين يا جماعة الشيخ اللي جه اللي قال كفاية إن المسيحية بتقول الله محبة وبتتكلم عن المحبة ومش عارفة ايه، ده عيب، كأن دي حاجة عيب وزينة او حاجة زي كده. ما بيعرفوش حاجة غير الحب اللي هو اللي مش حب، اللي هو يعني هو مش عارف هو كذاب، هو عارف هو كذاب، ما يعرفوش المحبة الطاهرة. لا هو عارف المقصود بيها ايه، بس هو كذاب، هو ابن الكذاب وكذاب ابن الشيطان. هيبقى ايه قال انت من ابن هو ابليس هذا كان قتلا منذ البدء ولم يثبت في الحق لان الحق ليس فيه وهو الكذاب وابو كل كذاب. والديانة الوحيدة اللي بتدعو الى الكذب هو الاسلام، والتقية هو الاسلام، هو والولاء والبراء والمعاريض والمش عارفة والتورية ما فيش غير الإسلام. فضل عارفة حتى شيوخ المسلمين احتاج دي نسبة كبيرة منهم حقيقة ما يتبعوا للإسلام، هم باقين شيوخ بس كمان كرمال الأموال والنفوذ وهي الأمور. وحتى يعني ورح تجدي أنه المكر هم عارفين، في كتير منهم عارف الحق، بس مثل ما قال الكتاب المقدس قال له مسكنك في وسط المكر، بالمكر أبو أن يعرفوا يقول الرب، يعني بالمكر تبعهم يأبون أن يعرفوا. شكرا أختي أفنان، وشكرا لكل الأحباء اللي موجودين معنا. احنا محتاجين 4000 فقط للتكبيس. حبايب شد ايديكم بهاي 4000. احنا حلقتنا انتهت لهنا. انا اشكركم من اجل مشاهدتكم لهذه الحلقة، واشكركم من اجل التكبيس، واشكر ضيوف الكرام اخت ديفاين واخت جديداية واخت أفنان. الرب يبارك حياتكم جميعا. ودعم قناة الأرامية مهم جدا اعزائي المشاهدين. هذه قناة الأرامية هي قناة غير ربحية وتكرز بكلمة الرب يسوع المسيح ب14 لغة في حول العالم. محتاجين دعمكم، محتاجين أيضا صلواتكم. صلوا من أجل خدام قناة الأرامية لكي يستمرون في إنتاج حلقات جديدة، وأيضا صلوا من أجل توسع قناة الأرامية. أضافة إلى ذلك دعم قناة الأرامية ماديا بيساعدنا كثير 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 جدا لكي نستطيع نوصل كلمة الرب يسوع المسيح ونشتري أجهزة وبلاتفورمات مختلفة وكابلات لكي نستطيع نوصل كلمة الرب يسوع المسيح، واستخدام خدام أيضا آخرين بتكلم وبلغات أخرى من خلال ويب سايت قناة الأرامية www.abnsat.com. إذا دخلت على الويب سايت الرسمي لقناة الأرامية اللي هي تطلع أمامك abnsat، بس ضيف لها .com، تستطيع تدخل على ويب سايت قناة الأرامية وتشوف كل خدمات قناة الأرامية، وأيضا فيك تعرف كيف تدعم قناة الأرامية في أرقام تليفون أيضا ممكن تتواصل إذا ما عرفت تدعم قناة الأرامية. في اشتراكات مختلفة في قناة الأرامية، ممكن تشترك شهريا، ممكن تشترك أسبوعيا، ممكن تشترك سنويا، وممكن تدعم لمرة واحدة. فأوصيكم بالدخول إلى ويب سايت قناة الأرامية ودعم قناة الأرامية لكي توصل إلى أكبر عدد ممكن. ربي يبارك حياتكم وأشكركم من أجل هذه الحلقة، وانتظرونا في حلقة. يا كريم جاء واحد، الناس اللي بتسأل تحت في موقع اسمه نبي أصلي، في كل الكوارث بتاعت محمد معمولة في شكل كرتون زي أفلام كده متقطعة صغيرة. نبي بالإنجليش NABI أصلي ASLI. شكرا يا كريم. سلام. شكرا جزيلا، والرب يبارك حياتكم جميعا، و انتظرونا في حلقة قادمة.